السلام عليكم. جلوكونيوجينيسيس بارت 2. المرة الماضية وقفنا عند اللي هو لما حولنا البيروفيت لأوكزالو أسيتيت والأوكزالو أسيتيت لفوسفوينول بيروفيت، مظبوط؟ فقلنا دخلنا البيروفيت على الميتوكندريا كان في السيتوسول، والبيروفيت داخل الميتوكندريا تحول لأوكزالو أسيتيت. الأوكزالو أسيتيت ما في إشي ينقله وما بيقدر يعدي الممبرين تاع الميتوكندريا، حكينا لازم نجيب الشاتل. الشاتل مين؟ نفسه الشاتل اللي استخدمناه في الجلايكوليسيس عشان الناد اتش، اللي هو الماليت اسبارتيت شاتل. حولنا الاوكزالو اسيتيت لماليت، والماليت عدي حاجه، عدي كل حاجه، عدى الميتوكندريا الممبرين، طلع رجع اوكزالو اسيتيت في السيتوسول. بعد ما طلع رجع اوكزالو اسيتيت، صار عندي الاوكزالو اسيتيت، قلنا اوكزالو اسي كيك من كيك، وحكينا انه بدي اصنع جلوكوز اللي هو سكر، يعني اللي بيصنع منه الكيك. فاوكزالو اسي كيك عن طريق الانزيم، ما دام كله كيك كيك بده يكون الانزيم اسمه بيب كيك، فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز اللي هو اختصاره بيب كيك، وصار عندنا فوسفوينول بايروفيت. استهلكنا طاقة عن طريق تحويل البيروفيت لأوكزالو أسيتيت داخل الميتوكندريا باستخدام البيروفيت كاربوكسيليز، استهلكنا واحدة اي تي بي. لو كان عندنا اثنتين بيروفيت بضرب في اثنين. وبرضه لما حولت الاوكزالو اسيتيت عن طريق البيب كيك لفوسفو اينول بايروفيت، استهلكنا قلنا كله سكر وجلوكوز، معناها بده يكون جلوكوز، معناها بدي ايش؟ بدي جي تي بي، هاي هي الاستثناء الوحيد. اذا برضه تعتبر طاقه، فاستهلكنا ثنتين جي تي بي ثنتين اي تي بي، يعني اربعه اذا بنحكي عن ثنتين بايروفيت، واذا بنحكي عن واحده معناها استهلكنا واحده اي تي بي واحده جي تي بي. فهم بقول لي ماليت كروسز ذا انر ميتوكوندريال ممبرين، الماليت بيعدي يعدي حاجه، يعدي كل حاجه، عدى الميتوكوندريال ممبرين، طلع في السيتوسول. الماليت راح يرجع اوكزالو اسيتيت عن طريق الماليت دي هيدروجينيز، الناد بلس راح ترجع ناد اتش، زي ما حكينا سين بده يرجع سين، كل شيء بده يرجع زي ما هو عباره عن ناقل تاكسي فقط. اذا رياكشن كاتالايزد باي سيتوسوليك ماليت دي هيدروجينيز لانه في السيتوسول. طب مين الكوفاكتور؟ الناد، صح ولا لا؟ اوكزالو اسيتيت از كونفرتد تو فوسفوينول بايروفيت، ذا رياكشن از كاتالايزد باي ذا بيب كيك او بيب كاربوكسي كاينيز، ذا انزايم كاتالايز ذا كاربوك دي كاربوكسيليشن. دي كاربوكسيليشن يعني شلنا زي ما حكينا شلنا كربوني من الاوكزالو اسيتيت عشان يرجع ثلاث كربونات اللي هو فوسفوينول بايروفيت. اذا دي كاربوكسيليشن اند فوسفوريليشن، عشان هيك سمينا الانزيم فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز. كاينيز لانه بيضيف فوسفات، وكاربوكسي لانه بينزع ايش؟ بينزع سي او 2. اذا عمل ديكاربوكسيليشن وفوسفوريليشن اوف اوكزالو اسيتيت وحوله لفوسفوينول بايروفيت. ذا رياكشن ويتش جي تي بي اكتس از ا دونر اوف هاي انرجي فوسفيت. تمام؟ تمام. During this reaction CO2 molecule, the same molecule that is added to pyruvate in the reaction catalyzed by pyruvate carboxylase is removed. فزي ما حكينا اللي ضفناها في البيروفيت كاربوكسيليز لما حولنا البيروفيت لما فات على الميتوكندريا وتحول لأوكزالو أسيتيت، مش قلنا ضفنا CO2؟ هي نفسها هاي اللي شلناها هون، هي نفسها هي اللي طيرناها هون لما رجعنا الأوكزالو أسيتيت لفوسفوينول بايروفيت. اذا هسه صار عندي ايش؟ فوسفوينول بايروفيت، استهلكت واحدة اي تي بي على اعتبار واحد بايروفيت، وبنضرب كمان شوي، واحدة اي تي بي وواحدة جي تي بي. تمام؟ تمام. الناد هسه بيجي واحد يقول لي الناد شو صار فيه؟ الناد ما دخلناش فيه، كان موجود ناد اتش، رجعنا له اياه ناد اتش، من وين جبناها بهمنيش هسه، ولكن احنا بنحكي انه كان ناد اتش رجعناها ناد اتش، عملنا شاتل وهذا كله نقل هذا، ولكن رجعت بالاخر ناد اتش، يعني ما لعبناش فيها، فبدناش نحكيها هون انرجي جيند لانه ما كسبناها، هي كانت ناد اتش وظلت ناد اتش. تمام؟ تمام. ذا سم of the reaction catalyzed by pyruvate carboxylase and phosphoenol pyruvate carboxykinase is. إذا حكينا الرياكشن تحويل البيروفيت لفوسفوينول بيروفيت، عندنا تو انزيم اشتغلوا عليه، وزي ما حكينا تو انزيم وواحد شاتل. المجموع كامل لهذا الرياكشن جبنا بيروفيت، جبنا اي تي بي، وجبنا جي تي بي، استهلكنا واحدة اي تي بي وواحدة جي تي بي، وجبنا سي او 2 عشان ندمجها على البيروفيت وتصير اوكزالو اسيتيت. بالنهاية شو طلع عندي؟ طلع عندي فوسفوينول بيروفيت، طلعت السي او 2، طلع جي دي بي، اي دي بي يعني طلع طاقة، طاقة استهلكنا طاقة، إذا استهلكنا طاقة وطلع فوسفيت. إذا ليش؟ لأن دمجنا فوسفيت مع الفوسفوينول بايروفيت، فهاي هي المنتج النهائي. تمام؟ تمام.
هسه بيجي واحد بقول لي ايه هاي الصورة صرت اظني اشوفها، بقول لك ماشي، ما احنا هسه بدنا نكمل التفاعلات. طب بقول لي ليش رجعت على الجلايكوليسيس؟ بقول لك ما احنا حكينا نفسها للجلايكوليسيس. طيب تو، اذا احنا وين وصلنا؟ هي فوسفو انول بايروفيت رقم 2، فكوني منها بدناش اعجبكم فيها. احنا وصلنا لفوسفو انول بايروفيت. طب كيف وصلنا هيك؟ لا بقول لك لا، احنا اجينا على البايروفيت، هي البايروفيك اسيد او البايروفيت، لفينا، قلنا لفينا هيك، ما اجينا من البايروفيت كاينيز لانه irreversible، صح؟ طيب هسه انا فوسفو انول بايروفيت شو بدي اسوي؟ قلت لكم كله اعكس 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 الجلايكوليسيس لتوصل للمرحله الايرريفرسبل. انين المرحله الايرريفرسبل؟ اللي هو الفوسفوفروكتوكاينيز انزيم، هذا الايرريفرسبل. هسه كله ريفرسبل. يلا تتذكروا لما قلنا البروفيسور صار بده يروح على بلده، راح حجز في انجلترا وحكينا باي يروح بيت. طيب هسه انت بس عكسها، حكينا تو فوسفو جليسريت تحول لفوسفو انول بايروفيت. هسه الفوسفو انول بايروفيت شو بده يصير؟ تو فوسفو جليسريت. طيب لما كان 3 قلنا بدناش 3 فرحنا رجعناه 2، هسه تو فوسفو جليسريت شو بده يصير؟ بده يصير 3 فوسفو جليسريت. اذا بس امشي عكسه، بس امشي العكس، نفس الانزيم. شو اسمه الانزيم؟ انوليز. شو اسمه الانزيم؟ ميوتيز. نفسه بالضبط. اذا اللي عشان نسهل عليكم، احفظ الجلايكوليسيس، نسيت الجلوكونيوجينيسيس تذكر الجلايكوليسيس. قلنا البروفيسور بده يحجز تذكره، معناها بده يكون الناتج 2 فوسفوجليسرات، بده يعطيني ايش؟ اللي هو ايش؟ فوسفو انول بايروفيت. ما عكسها، فوسفو انول بايروفيت شو يعطيني؟ فوسفوجليسرات، بدون ما نعطي طريقه ولا شيء، بدناش يعني، هي على الطريقه هذيك بس اعكس. ماشي ماشي. اذا صار عندنا 2 فوسفوجليسرات، ال 2 فوسفوجليسرات حكينا راح يجي ويتحول ل 3 فوسفوجليسرات عن طريق الميوتيز، نفس الانزيم، نفسه نفسه نفسه. طيب ال 3 فوسفوجليسرات مباشره كيف صار 3 فوسفوجليسرات؟ حكينا كان بده يصير بروفيسور بس 1 3 بس فوسفوجليسرات، حكينا اجى الكاينيز واخذ لنا اللي هي ايش؟ اللي اخذ لنا الفوسفات، الهاي انرجي فوسفات، واعطانا طاقه وتحول ل 3 فوسفوجليسرات. هسه عكسها، 3 فوسفوجليسرات ليش؟ ل 1 3 بس فوسفوجليسرات. ولكن هون بدك تكون عارف، بدك تكون ذكي. لما كنا نمشي من 1 3 بس فوسفوجليسرات ل 3 فوسفوجليسرات بالجلايكوليسيس، كنا نكسب طاقه لانه هاي انرجي فوسفيت، صح؟ طب هسه انت بدك ترجع الهاي انرجي فوسفيت. كيف بدك ترجع هاي انرجي فوسفيت؟ معناها بدك طاقه. معناها مش قلنا الاي دي بي صارت اي تي بي، هسه الاي تي بي شو بدها تصير؟ اي دي بي. اذا هون انا في رقم في هذا التفاعل قد شو استهلكت؟ سلكت وحده اي تي بي، وحده اي تي بي عن طريق الانزيم شو اسمه نفسه، فوسفوجليسرات كاينيز. في بعض المصادر بتسمي هذا الانزيم بس فوسفوجليسرات كاينيز، ولكن الاصح والادق فوسفوجليسرات كاينيز. ولكن مش معناها اذا اجاكم امتحان بس فوسفوجليسرات كاينيز ما تكونوا عارفين انه هذا هو الانزيم. تمام تمام. اذا صارت عندنا 3 فوسفوجليسرات تتحول ل 1 3 بس فوسفوجليسرات عن طريق الانزيم كاينيز، ما دام كاينيز بده ماجد، نفسه بالضبط، بس احنا بنمشي عكس. طيب ال 1 3 بس فوسفوجليسرات حكينا شو كان؟ مش كان ايش الواحد نسي بقول 1 3 فوسفوجليسرات. طب بتذكر كيف تكون في الجلايكوليسيس؟ قلنا مش قلنا عندي مدرس جيولوجيا، اذا هو درس جيولوجيا وبده يصير بروفيسور، فكيف بده يصير بروفيسور؟ حكينا صار ايش؟ 1 3 بس فوسفوجليسرات، لسه ما صارش بروفيسور، صح ولا لا؟ فايش معناها؟ ارجع لايش؟ للجيولوجيا، معناها شو بده يصير؟ جليسر الديهايد 3 فوسفيت، صح؟ بس اذا 1 3 بس فوسفوجليسرات شو راح يرجع؟ هيرجع جليسر الديهايد 3 فوسفيت. طب شو اسم الانزيم؟ بقول لك نفسه نفسه نفسه. شو كان اسم هذاك الانزيم؟ جليسر الديهايد 3 فوسفيت ديهايدروجينيز. اذا هون جليسر الديهايد 3 فوسفيت ديهايدروجينيز. تمام تمام. طيب شو صار في الناد اتش؟ احنا زمان كنا نطلع، جبنا ناد بلس وحولناها لناد اتش عن طريق الديهايدروجينيز، لانه عملنا عمليه ايش؟ للجليسر الديهايد 3 فوسفيت عملنا له ريدكشن. طب هسه بدي ارجعه، معناها بدي اعمل اوكسيديشن لهذا المركب، معناها الناد اتش راح تطلع، راح تصفي ناد بلس. اذا هون طلع من عندي ناد بلس. تمام تمام. اذا هاي صار عندنا جليسر الديهايد 3 فوسفيت. طيب ذاكرين قصه اللي هو ابن عمه بده يستنقيب عن الذهب وهذا؟ مش قلنا بعديها بطل وصار بده يدرس ايش؟ بده يدرس جيولوجيا، فصار يقول الدوليز، وحكينا انقسم، بعدين ايش؟ اجى قال بدي ادرس جيولوجيا، فحولنا الذهب لجليسر الديهايد 3 فوسفيت عن طريق الايسوماريز، اللي سميناها فوسفوترايوز ايسوماريز، صح ولا لا؟ لانه بطل يدرس تنقيب عن الذهب، صح ولا لا؟ طيب ما دام هسه الجليسر الديهايد 3 فوسفيت عندي وحده، طيب كيف بدي ارجعه لفركتوز 1 6 بس فوسفيت اللي فصلناهم اذا بتتذكروا؟ برجعه بدي وحده ذهب عشان ادمجهم مع بعض زي ما فصلنا، بدي ادمج هسه. طب معناها شو بدي اجيب؟ بدي اجيب كمان بايروفيت، امشيه نفس التفاعل، يصير عندي اثنين من هذا،
صح؟ عشان هيك بنحكي اثنين بيروفيتكاتين، كنت اضرب في اثنين، اذا بدي اثنين من هذا، واحد برجع ذهب والثاني بضل جليسرالديهايد، تمام؟ تمام، اذا الخطوه اللي بعديها شو راح يصير؟ راح يجي الجليسرالديهايد 3 فوسفيت عن طريق الفوسفوترايوز ايسوماريز يتحول لايش؟ لديهايدروكسي اسيتون فوسفيت اللي هو الذهب. طيب هسه شو قلنا؟ قلنا ليش الألدوليز وهاي الانزيم كله نفس الاشي، رد باستخدام الألدوليز ادمجهن في بعض، مش فصلناهن؟ هسه ادمجهن. طب شو راح ينتج؟ اللي كان اصلا اللي فصلناه، اللي فصلناه شو كان اسمه؟ فركتوز 1 6 بس فوسفيت. اذا ارجع للفركتوز 1 6 بس فوسفيت، طلع كل شو كل شيء عكس الجلايكوليسيس، فاللي هاي اللي نسيها في الامتحان يمسك الجلايكوليسيس وينزل فيها ويصير يعكس. اذا كيف نسيت؟ نسيتها والله، بقول له فركتوز 1 6 بيس فوسفيت، قال لي والله الدوليز وهذا، ادرس تنقيب عن الذهب ولا ادرس جيولوجيا؟ بتذكر انه انقسم لذهب ولا جليسرالديهايد 3 فوسفيت، معناها هسه انت بدك تدمج ذهب وجليسرالديهايد عشان يعطوك هاي، فعكسه بالضبط ونفس الانزيمات نفسها، ما غيرناش اسم الانزيمات، الدوليز نفسه، فوسفوترايوز ايسوماريز نفس الاسماء، تمام؟ فركتوز 1 6 بس فوسفيت، هسه وصلنا لهون، تمام؟ طيب لما وصلنا لهون احنا قديش صرنا مستهلكين؟ قلنا انا لما ابلش من بايروفيت، وهي ملاحظه مهمه، مرات ما بلشش من بايروفيت، مرات ممكن يجي يبلش من هون، ممكن عندك مركب يجي يبلش من هون يتحول لهذا مباشره، مش قلنا الجلايكوليسيس بفوت لها في اي مكان وبنزل، من وين ما افوت بنزل، صح؟ ونفس الشيء الجلوكونيوجينيسيس ممكن اجي افوت من هون، ممكن مش شرط ابلش من بيروفيت، مش شرط امشيها كامله، صح؟ اذا المركب تحول لهذا مباشره بدون ما يمشي الخطوات اللي تحت خلاص ريحني، صح ولا لا؟ بالعكس وفر علي طاقه. اذا لحد الان انا لما ابلش من بيروفيت قديش صرت مستهلك؟ ثنتين بيروفيت طبعا. طيب واحده اي تي بي من الكربوكسيليز، معناها صاروا ثنتين اي تي بي، بضرب في اثنين، تمام؟ واحده جي تي بي من البيب كيك، اضرب في اثنين، اثنين جي تي بي. طيب برضه حكينا لما حولنا ال 3 فوسفوجليسريت، لما قلنا مش نرجعها ل 1 3 بيس فوسفوجليسريت، حكينا يا 3 فوسفوجليسريت، حكينا نرجعها ل 1 3 بيس فوسفوجليسريت، بيس فوسفو كان بيصير بروفيسور بعدها صار بروفيسور، اعكسها بس 3 فوسفوجليسريت ارجع ل 1 3 بيس فوسفوجليسريت، كان ضفنا هاي انرجي، اذا خسرنا ايش؟ خسرنا اي تي بي، هون خلينا نحط ناقص، خسرنا اي تي بي، طيب كم وحده؟ عندنا اضرب في 2، اذا ناقص 2 اي تي بي، ناد اتش صارت ناد بلس، خلي لي اياها على جنب، بدناش نحكيها هسه، احنا بدنا نحكي بس عن الاي تي بي. طيب طيب لحد الان اذا انا خسران 4 اي تي بي و 2 جي تي بي، اذا كم طاقه خسران انا؟ 6 طاقه، تمام؟ انا وين وقفت؟ فركتوز 1 6 بيس فوسفيت، ليش وقفت هون؟ لانه هذا التفاعل غير منعكس، ذاكرين لما قلنا فركتوز 6 فوسفيت صار بده قبول في الجامعه فبده كاينيز، الكاينيز بده ماجد، حولنا الاي تي بي سلكنا طاقه، اي تي بي لاي دي بي فوسفو فركتو كاينيز 1، حكينا ال1 اللي بيمشي دغري، حكينا وال2 اللي بالتفل اللي بلفلف، حكينا ال1 بيمشي دغري وفركتوز 1 6 بيس فوسفيت. طيب هسه عشان ارجع بقدرش ارجع بالطريقه نفسها هاي، لانه ايش؟ لانه الريفرسبل رياكشن، قلنا ايش؟ هسه هاد في ثنتين فوسفات، كيف بدي اشيل وحده فوسفات؟ يا بشيل عن طريق الكاينيز قلنا وباخذ منها طاقه، بحول الاي دي بي لاي تي بي، صح؟ يا عن طريق الفوس فتيز، صح؟ قلنا فوسفاتيز اللي بنزع الطاقة، نزع بشيلها، بشيل الطاقة بدون ما أحصل على بشيل الفوسفات بدون ما أحصل على طاقة أو إنرجي، صح؟ فهون شو اللي راح يشتغل؟ راح يشتغل فوسفاتيز، راح يشيل الون هاي بدون ما يطلع منها طاقة، خلص بس بشيلها شيل وبيخلص منها. إذا شو اسم الإنزيم راح يكون؟ فركتوز فوس بس فوسفاتيز 1 6 بس فوسفاتيز، فركتوز 1 6 بس فوسفاتيز، هاي ثواني بس ننزل عليه، هاي فركتوز 1 6 بس فوسفيت، شو اسم الانزيم؟ فركتوز 1 6 بس فوس فورميشن فركتوز، هاي بدنا نمشي هون، هاي اذا هيها هون، هاي التفاعل احنا عجقنا الدنيا، هي التفاعل فركتوز 1 6 بيس فوسفيت 2 فركتوز 6 فوسفيت، صح؟ هذا هو التفاعل. فوين الانزيم؟ انا بدي اتاكد لكم من اسم الانزيم، هيو فركتوز 1 6 بيس فوسفاتيز زي ما حكيت لكم. اذا نرجع هون، اذا شو حكينا اسمه؟ فركتوز 1 6
بس فوسفاتيز. من وين بجيب اسمه؟ من المركب. اذا الفركتوز 1,6 بس فوسفيت، بقدرش ارجع الفركتوز 6 فوسفيت، بقدرش اسحب القبول الجامعي منه غير ايش؟ بنزع ونزع بدون طاقه، بدون كاينيز، بدون ماجد، خلص مزع الورقه وخلصت، صح ولا لا؟ شو بدك في الطاقه والمسخره هاي وماجد ومش عارف شو، خلص بطلت بدي جامعه، مزع الورقه وروح اشتغل صنايعي، روح اشتغل فهاي هي الفكره. ففركتوز 1,6 بس فوسفيت، بيجي فركتوز 1,6 بس فوسفاتيز، بنزع منه الذره الفوسفات الموجوده على الكربون رقم واحد، فبصير اسمه فركتوز 6 فوسفيت. طب كيف مشينا؟ احنا ايش؟ مشينا طريق ملتفة بدل ما نمشي عن طريق الفوسفوفروكتوكاينيز 1 لانه الريفرسبل رياكشن. طيب صار عندنا فركتوز 6 فوسفيت، شو بده يصير هسه؟ الفركتوز 6 فوسفيت مباشرة تفاعل منعكس، قلنا صار فاسد 6 فوسفيت، بتتذكروا؟ طب شو كان معناها؟ كان جلوكوز 6 فوسفيت، رجعوا لجلوكوز 6 فوسفيت، نفس المركب نفس عدد الكربونات 6 6 بس هم نظائر هيك مختلفة بكم من شغلة بترتيب الكربونات، معناها شو اسم الانزيم؟ ايسومريز، اذا فوسفو لانه في فوسفيت، هيكسوز لانه سكر سداسي، ايسومريز لانه بيلعب في ترتيب الكربونات بس، اذا فوسفو هيكسوز ايزومريز نفس الانزيم، رجع الفاسد 6 فوسفيت او الفركتوز 6 فوسفيت لجلوكوز 6 فوسفيت، صح؟ صح. اخر اشي الجلوكوز 6 فوسفيت لازم ارجعه لايش؟ لجلوكوز. طيب هذا التفاعل شو؟ غير منعكس، حكينا جلوكوز بده فيزا، حكينا اجى ماجد واجى استهلكنا اي تي بي، الكاينيز مدام كاينيز بده ماجد، حكينا اللي هو ام جي بلس 2 واستهلكنا اي تي بي. طب هسه بطلت انا بدي اسافر وطلعت فيزا، شو بسوي؟ بمزعها، يعني بدي اشي طاقه بدي هذا كاش اشي، مزع الفيزا وخلصت. معناها شو اسمه الانزيم؟ جلوكوز 6 فوسفاتيز اللي هو بشيل الفوسفات بدون طاقه، صح ولا لا؟ اذا هون كنا نستهلك طاقه، هون كنا نستهلك طاقه، هي هون كنا نستهلك طاقه، ولكن بس نرجع فيهن ما بستهلكش، بس بزت وبشيل، فلا بكسب ولا بستهلك. اذا اجى جلوكوز 6 فوسفاتيز نزع الفوسفات من الجلوكوز الكربون السادسه ورجع جلوكوز عشان اطلعه على الدم عشان يروح على الار بي سيز ويروح على البرين، لانهم اكثر مصادر تحتاج للجلوكوز، لانه مرات بينزل السكر في الدم حكينا، فبطلعه على الدم عشان الار بي سيز وبطلعه على البرين لانه هو اكثر واحد بهمه الجلوكوز. هيك بنكون خلصنا عمليه الجلوكونيوجينيسيس، شرحناها على الرسمه. طيب هون بقول لك نراجع اللي حكيناه، هي فورميشن اوف تو فوسفوجليسيريت. اذا رجعنا احنا خلصنا البايروفيت، قلنا البايروفيت شو صار؟ صار اوكزال اوستيت، الاوكزال اوستيت صار ماليت، والماليت رجع اوكزال اوستيت، والاوكزال اوستيت شو صار؟ صار فوسفوينول بايروفيت. وقفنا هون صح؟ ورحنا شرحنا على الرسم، نكمل بالسلايدات. طيب فوسفوينول بايروفيت قلنا شو نرجعه؟ لتو فوسفوجليسيريت. اذا هي بدي ارجعه فوسفوينول بايروفيت از هايدريتد تو فورم تو فوسفوجليسيريت، بدي ارجعه لتو فوسفوجليسيريت كيف؟ بضيف مي، لانه اصلا لما حولنا التو فوسفوجليسيريت لفوسفوينول بايروفيت سحبنا مي، هي مش كثير مهم المعلومه، تمام؟ اذا انا برجع الفوسفوينول بايروفيت لتو فوسفوجليسيريت، هذا لانه ريفرسبل رياكشن، برجع تلقائي انوليز وذ ام جي بلس 2 از كوفاكتور. الانوليز الانزيم انوليز حكينا بده يروح على المطار اذا بتتذكروها، بس يعكسها، تمام؟ فوسفوينول بايروفيت تو فوسفوجليسيريت. بعديها قلنا 2 فوسفوجليسيريت، بدي ارجعه ل 3 فوسفوجليسيريت، اذا 2 فوسفوجليسيريت 2 3 فوسفوجليسيريت، ما دام 2 و 3 قلنا بس بلعب في ترتيب الفوسفات، معناها ايش اسمه الانزيم؟ ميوتيز، اللي بيعمل ميوتيشن بيغير بيحسن، صح؟ اذا in the fourth step of gluconeogenesis two phosphoglycerates converted into three phosphoglycerates in reversible برضو reaction catalyzed by phosphoglycerate mutase. اذا كل هذا حكيناه فوق، قاعد براجع لكم فيه مره رابعه، انا رجعته هناك مرتين في الجلايكوليسيز، هو مراجع فيه كمان مرتين، هي مره رابعه. يلا يا مش ولا حدا يطلع يقول لي مش حافظ الجلايكوليسيز والجلوكونيوجينيسيس، بضربه. طيب 3 فوسفوجليسيريت، هاي طبعا بضربه، هاي اساتذه المدرسه لما كان الواحد يغلط وهذا بصير يقول لك لا، خاصه الطالب الشاطر يقول لك والله اذا بتغلط لا اضربك، فبس هي يعني هيك. طيب 3 فوسفوجليسيريت 1 3 بس فوسفوجليسيريت، 3 فوسفوجليسيريت قلنا انا وصلت عند 3 فوسفوجليسيريت، هسه ايش بدي ارجع الطاقه اللي حكينا؟ قلنا 1 3 بس فوسفوجليسيريت، كان بده يصير بروفيسور بعديها صار بروفيسور، بس عكسها 3 فوسفوجليسيريت رجع ل 1 3 بس فوسفوجليسيريت، شو اسم الانزيم؟ طاقه، طاقه. اذا هون استهلكت اي تي بي، انا لاني عكسي استهلكت الاي تي بي رجعتها لاي تي بي، في التفاعل في الجلايكوليسيز لا اخذت طاقه لانه كانت هاي انرجي فوسفيت، هسه بدي ارجعها، فايش اسم الانزيم؟ اللي هو فوسفوجليسيريت كاينيز او بس فوسفوجليسيريت كاينيز، تمام؟ شو هذا بحدد تحت. طيب
يقول ان فيفث ستيب اوف جلوكونيوجينيسيس فوسفوجليسرات كاينيز مع ماجد، لانه كاينيز اكيد هو الوحيد الكاينيز الريفرسبل اللي كان في الجلايكوليسيس، كاتالايز ذا ترانسفير اوف هاي انرجي فوسفوريل جروب، لانه هاي انرجي لازم استهلك طاقه عشان اركبها فروم اي تي بي، لازم اخذها من الاي تي بي وبحطها على ثرو فوسفوجليسرات بصير 1 3 بس فوسفوجليسرات وبستهلك الطاقه. تمام. اللي بعده ريدكشن ان 1 3 بس فوسفوجليسرات، اعمل له ريدكشن. حكينا 1 3 بس فوسفوجليسرات شو كان؟ كان بدرس جيولوجي، بعدين قرر يدرس بروفيسور، معناه شو درجه؟ جليسر الديهايد 3 فوسفيت، جليسر الديهايد 3 فوسفيت. طيب شو كان الانزيم؟ قلنا عملنا له اكسيديشن، لما حولنا جليسر الديهايد لا بس فوسفوجليسرات عملنا اكسيديشن. هسه ايش؟ هسه الانزيم بده يعمل ريدكشن، اكسيديشن ريدكشن، مين بده يكون الكوفاكتور؟ ناد. طيب معناها ايش اسم الانزيم؟ دي هيدروجينيز. اذا جليسرالديهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز وبستهلك ناد اتش وبرجعها لناد بلس، عكس الجلايكوليسيس بالضبط. ان ذا سيكست ستيب اوف جلوكونيوجينيسيس جليسرالديهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز كاتالايز ذا ريدكشن اوف 1 3 بس فوسفوجليسرات تو جليسرالديهايد 3 فوسفيت، رجعنا لجليسرالديهايد 3 فوسفيت، اوكسيديشن اوف ناد اتش تو ناد بلس. طيب اذا حكينا اوكسيديشن اوف ناد اتش تو ناد بلس. طيب لما نحكي عن الانترفينشن اوف او انتر كونفرجن اوف جليسرالديهايد 3 فوسفيت، حكينا بدي كم جليسرالديهايد 3 فوسفيت؟ 2، عشان واحد احاول ارجعه لذهب والثاني يضلوا وادمجهم، لانه زمان كنا نفصلهم في الالدو ليز فصلناهم، صح ولا لا؟ هسه بدي الزقهم ببعض. اذا جليسرالديهايد 3 فوسفيت جوز دايركتلي انتو ذا نيكست ستيب اوف جلوكونيوجينيسيس باث واي، ذا نيكست ستيب نيد ذهب اللي هو دي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، ذا نيكست ستيب نيد ذهب تو ميك ذا رياكشن بوسيبل. اذا سو جليسرالديهايد 3 فوسفيت ماست بي كونفيرتد isomerized، مش حكينا isomerase بلعب في تركيبهم لانهم اثنين ثلاث كربونات ثلاث كربونات اثنين، بس بدي العب في تركيبهم شوي. اذا شو اسمه بده يكون؟ ديهايدروكسي اسيتون، بدي ارجعه لديهايدروكسي اسيتون. طب شو اسم الانزيم؟ حكينا isomerase بلعب في الترتيب بس، معناه اسمه فوسفوترايوز isomerase لانهم فيهم فوسفيت وهم ترايوز سكر ثلاثي وايسومريز لانه بغير، اذا برجعوا لذهب، فصار عندنا واحده جليسرالديهايد وواحده ذهب، بدمجهم مع بعض شو بعطوني؟ اللي كان يفصلهم اللي هو فروكتوز 1 6 بس فوسفيت. تمام؟ تمام. اذا شو اسم الانزيم كان اسمه اللي برجعهم لفروكتوز 1 6 بس فوسفيت؟ الدوليز. اذا هناك حكينا خطوتين مباشره، اذا حكينا جليسرالديهايد 3 فوسفيت ماست بي كونفيرتد ايسومريز تو ديهايدروكسي اسيتون فوسفيت ذهب تو كونتينيو ثرو باث واي، عشان اكمل الباث واي. This isomerization is catalyzed by triose phosphate isomerase. حكينا عنه. بعديها شو قلنا؟ بدي اجيب الالدوليز وادمجهم. Formation of fructose 1 6 bis phosphate عن طريق الالدوليز، بدمج الجليسرالديهايد 3 فوسفيت مع الذهب ديهيدروكس اسيتون فوسفيت، ايش؟ بيعملوا لي فركتوز 1 6 بس فوسفيت، نفسه نفسه نفسه، صرنا عايدينها 100,000 مرة. وستيب 9 اللي هي الريفرسبل اللي نزلنا نتاكد من اسم الانزيم، فركتوز 1 6 بس فوسفيت، شو بدرجه لفركتوز 6 فوسفيت؟ طب مين اللي كان يحول لفركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1 6 بس فوسفيت؟ كان يحط له هاي انرجي فوسفيت، كان اسمه ايش؟ كان يحط له هاي انرجي فوسفيت، بس لما فصلناها بطلت، مش قلنا احنا الدوليز، مش مهم هسه الموضوع هذا، ولكن مين اللي كان يحط له الفوسفيت؟ لما احنا نحط فوسفيت بدنا ايش؟ بدنا كاينيز، فكان اسمه فوسفوفركتوكاينيز 1 اللي بيمشي الطريق المستقيم. فبس هذا الريفرسبل، فبدي اشوف انزيم ثاني، فقلنا بنزاحها نزع اعتبرها قبول جامع، مش قلنا هاي هي قبول الجامع ال1 صح، اعتبرها قبول جامع بس مزعه وخلص كبه بدون طاقه ولا ماجد ولا هم يحزنوا صح. فايش بجيب الفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز وبنزع هاي فبرجع فركتوز 6 فوسفيت. اذا ذا سكند ستيب اوف جلوكونيوجينيسيس ذات باي باس الريفرسبل ستيب، اذا هي ثاني مرحله بتعدي الريفرسبل ستيب، يعني بتحاول تمر منها تمشي طريق مغايره. اول وحده كانت ايش؟ البايروفيت لفوسفينول بايروفيت، هسه فركتوز 1 بس فوسفيت لفركتوز 6 فوسفيت اوف جلايكوليتيك باث واي، نيملي ذا رياكشن كاتالايزد باي فوسفوفركتوكينيز، هذا الرياكشن الاصلي حكينا عنه اللي هو بحول الفركتوز 6 فوسفيت لفركتوز 1 6 بس فوسفيت. هسه بدي امشي عكسهم في الجلوكونيوجينيسيس، فبقبع قبع قلنا بشيله شيل اللي هو فركتوز 1 6 بس فوسفاتيز، فزي ما حكينا از دي فوسفوريليشن اوف فركتوز 1 6 بس فوسفيت تو فركتوز 6 فوسفيت، عملنا له دي فوسفوريليشن فوسفاتيز، نزعنا الفوسفات بس. This reaction is catalyzed by fructose 1 6 bis phosphatase 1 leads to the hydrolysis of
كاربون 1 فوسفيت، اذا الفوسفات الكربون 1 شو سوينا فيها؟ حللناها وشلناها برا، وفروكتوز 1 6 بس فوسفيت without production or consumption of ATP، فلا استهلكنا ولا اخذنا ATP. طيب بعد هيك بقول لي فروكتوز 1 6 بس فوسفاتيز، هذا ايش؟ هذا التفاعل اللي هو اللي تحايل على الجلايكوليسيز لانه irreversible. طبعا لما نحكي احنا بنتحايل على الجلايكوليسيز برضه هذا التفاعل irreversible للجلوكونيوجينيسيس، اذا وبرضه تاع البايروفيت irreversible للجلوكونيوجينيسيس. اذا مش الجلايكوليسيز احسن من الجلايكوليسيز، irreversible في ثلاث تفاعلات، انا irreversible في ثلاث تفاعلات، ولكن واحد منهم بنقسم لتفاعلين اللي هو اول واحد حكينا كاربوكسي كاربوكسيليز، بعدها جبنا اللي هو البيب كيك اللي هم انزيمين، معناها تفاعلين. فايش بتصفوا؟ اربعه irreversible في الجلوكونيوجينيسيس، كم واحد irreversible في الجلايكوليسيس؟ ثلاث، بايروفيت كاينيز، فوسفوفركتوكاينيز، جلوكوز او هيكسوز، هيكسوكاينيز. تمام، هون لا، هون حكينا ال بيحول البيروفيت لفوسفو انول بيروفيت في الجلوكونيوجينيسيس، حكينا عندنا انزيمين اللي هو بيروفيت كاربوكسيليز وبيروفيت فوسفو انول بيروفيت كاربوكسيكاينيز اللي هو البيب كيك، وبعديها حكينا عن الفروكتوز 1 6 بيس فوسفاتيز، ورح نحكي عن الجلوكوز 6 فوسفاتيز. اذا هيوم اربعه، تمام، هذول كلهم irreversible. طيب اذا بقول لي الفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز اللي حول الفركتوز 1 6 بس فوسفيت لفركتوز 6 فوسفيت از ذا كي انزايم ان جلوكونيوجينيسيس، اذا هو الكي انزايم في الجلوكونيوجينيسيس، هو اهم الانزيمات الموجوده في الجلوكونيوجينيسيس، واذا بدي اعمل ريجوليشن بفضل انها تكون عليه عشان اسيطر على التفاعل. It is not found in the heart, in the smooth muscle, and in the adipose tissue. إذن هي غالباً موجود زي ما حكينا في الليفر أكثر إشي وفي الكيدني وما إلى ذلك، ولكن مش موجودات، وموجود طبعاً في أعضاء ثانية قليلة، ولكن هون مش موجودات الهارت ولا في smooth muscle ولا في adipose tissue. معلومة مش كثير بتهمكم. So gluconeogenesis does not occur in this site. يعني فيش gluconeogenesis في الهارت والsmooth muscle والadipose tissue. أصلاً حكينا وين بتصير gluconeogenesis؟ في الليفر والكيدني. عشان مين؟ عشان الفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز. بقول لك انت مش دارس بارت 1، انا قلت لك عشان الجلوكوز 6 فوسفاتيز. ليش؟ هسه راح نشوف. هذا قلنا مش موجود في هذول الثلاث اعضاء ولكن موجودين في الباقي اللي راح نحكي عنه هسه، مش موجود غير في الليفر وايش والكدني اللي هو الجلوكوز 6 فوسفاتيز، راح نحكي عنه كمان شوي. تمام، طيب from فركتوز 6 فوسفيت to جلوكوز 6 فوسفيت، حكينا بدنا ايسوماريز وبرجعهم من فاسد 6 فوسفيت لجلوكوز 6 فوسفيت. The 10th step of gluconeogenesis is isomerization of fructose 6 فوسفيت to glucose 6 فوسفيت. Aldolase occurs. This reaction is catalyzed by phosphohexose isomerase. فوسفوهيكسوز ايسوماريز، حكينا رجع لي الفركتوز لجلوكوز، فركتوز 6 فوسفيت لجلوكوز 6 فوسفيت. From glucose 6 phosphate to glucose، هاي بتصيرش غير في الليفر وبالكدني، ومينلي في الليفر، حكينا في البداية المجاعة بالليفر وبعديها بتصير في الكدني، والكد إذا طولت المجاعة والستارفيشن بتصير في الكدني أكثر من الليفر. إذا حكينا the third step هي الخطوة الثالثة اللي بيعدي ال bypass irreversible steps. إذا هو في عنا irreversible step هو بتحايل عليها اللي هي تحويل الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت عن طريق الهيكسوكاينيز، هاي irreversible. أنا هون أنا بدي أرجع وإيش زي ما حكينا هناك حط فيزا، طب أنا طلعت فيزا خلص مزعها وكبها، معناها إيش؟ فوسفاتيز، بس كب الفوسفات بس حللها وشيلها بدون لا تكسب طاقة ولا تخسر طاقة. إذا حكينا irreversible glycolytic pathway namely the reaction catalyzed by hexokinase and glucokinase، هذا الرياكشن الأساسي اللي حول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت. هسا الرياكشن شو سميناه؟ بدنا نعمل ديفوسفوريليشن، نزع فوسفات من الجلوكوز 6 فوسفيت ورجعه لجلوكوز، بس بدي اشيل الفوسفات، مين بشيل؟ فوسفاتيز. إذا شو اسمه؟ جلوكوز 6 فوسفاتيز، the last step in both gluconeogenesis and glycogenolysis. بقول لي هذا الرياكشن اللي هو برجع الجلوكوز 6 فوسفيت هو عبارة عن last step في تفاعلين، الجلوكونيوجينيسيس اللي قاعدين بناخذه، والمحاضرة الجاي اللي هو راح يكون الجلايكوجيناليسيس اللي هو تحليل الجلايكوجين، وحكينا تحليل الجلايكوجين يا بكمل الجلايكوليسيس عشان يعطيني اي تي بي. طب اذا انا بدي سكر الجسم السكر اللي في الدم نازل شو بسوي؟ بحوله ايش؟ بخليه يكمل ايش؟ بخليه يرجع جلوكوز عشان اطلعه على الدم عشان عندي نقص، فيا بكمل اي تي بي فيه يا برجع بطلعه على الدم، فبدي الانزيم هذا عشان يرجعه لجلوكوز، لانه الجلوكوز 6 فوسفيت ما بيقدر يطلع على الدم، ترابد ان ذا سايتوسول، ما بيقدر عالق. اذا عشان هيك
هو اخر انزيم في الجلوكونيوجينيسيس او الجلايكوجينوليسيس. تمام. And like طبعا glycogenesis راح ناخذ عنه بالتفصيل، فاللي ما فهمش النقطه هاي مش مشكله. Like the reaction catalyzed by fructose 1,6-bisphosphatase, this reaction lead to hydrolysis of a phosphate ester. بقول لي زي اللي حكينا عنه اللي هو فروكتوز 1,6-bisphosphatase اللي هو نزع الفوسفات من الفروكتوز على الكربون رقم 1 ورجع فروكتوز 6-phosphate. هذا نفس الفكره، نزع الفوسفات نزع، لا استهلك طاقه ولا اعطاني طاقه. جلوكوز 6 فوسفاتيز هيو هذا الانزيم حكينا بس موجود وين؟ في الليفر وفي الكدني والانتستين، بدناش اياها، بس الليفر والكدني. تمام، وين موجود؟ في الليفر والكدني. ذا ليفر بروديوس اكثر من 85% اوف جلوكوز بروديوس ان ذا بودي، ذيس بروبورشن ديكريز ان برولونجد ستارفيشن اند ذا كدني برودكشن انكريز. يعني بقول لي لو بدك تعتبرها نسبه ليفر لكدني، ليفر لكدني، الليفر بيكون اعلى بدايه المجاعه، بدايه الصيام الليفر بيكون اعلى. قلنا اذا طول الصيام كثير 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 مين بيصير اعلى؟ بيصير الكدني تزيد والليفر شو؟ بيصير ينقص. اذا بدايه الصيام لو قلت لك الريشيو الليفر تو كدني قديش بيكون الريشيو؟ بيكون عالي لانه الليفر بسط والكدني مقام، فالريشيو هذا بيكون عالي. طيب بقول لك اخر الصيام يعني بعد يومين ثلاث بعد اربع بعد اسبوع بتقول لي لا الريشيو راح يصير واطي لانه الكدني راح تبلش تزيد والليفر راح ينقص. تمام. اذا هاي هي الجمله، انه بس النسبه بين الليفر والكدني راح تبلش تتغير. كان الليفر 85 بلش ينقص 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 ينقص، والكدني بلش تزيد 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 كل ما طول الصيام اكثر. بس هاي بتهمنا وحكيناها قبل. This enzyme is totally absent in the brain, muscle and adipose tissue. إذن هون بقول لي هذا الإنزيم مش موجود ولا في مكان غير في الليفر وفي الكدني. تمام؟ و 100% absent، فش مستحيل تلاقيه في البرين ولا في المصل ولا في adipose tissue ولا في أي مكان. So in the skeletal muscle, gluconeogenesis end in the glucose 6 phosphate. يعني لو السكيلتال مسل بدها تعمل gluconeogenesis وهي بتعمل بتصفي بس بتوقف عند glucose 6 phosphate. فيا بتحوليه glycogen اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت، يا خلص هو هسه رح ناخذ التفاعل تاع الجلايكوجين كيف بنعمل الجلايكوجين. فيا بقول لك يا بتحولي، انا بقول لك من هسه يا بتحولوا هذا جلايكوجين يا خلص تقدرش تستفيد منه. ليش؟ لانه الجلوكوز 6 فوسفيت عشان يطلع برا المصل ويروح على الدم لازم يصير جلوكوز، فالمصل ما بتقدر تحوله لانه فيش فيها جلوكوز 6 فوسفاتيز. Which إذا هي glucose 6 phosphate which can't leave the cell but glucose 6 phosphate can form glycogen. ممكن يعمل glycogen ولكن ما بيقدرش يطلع من الخليه. فالمصل إذا تعمل gluconeogenesis بكون هدفها تصنع glycogen فقط لا غير، تقدرش تطلعه برا، تقدرش تطلعه برا. تمام. gluconeogenic precursor اللي هي الأشياء مش شرط بس البيروفيت اللي ببلش لي الجلوكونيوجينيك، ممكن اي شغله ثانيه تبلش لي. حكينا مش حكينا الجلايكوز بفوتوا في اي انترميديات في اي رياكشن ان شاء الله الخامس، وبكمل الجلايكوليسيس بكمل لتحت، والجلوكونيوجينيس نفس الشيء، كنت ماشي فوت من التفاعل الخامس بكمل لفوق وبصنع جلوكوز، الجلايكوليسيس نفس الشيء فوت من التفاعل الرابع بكمل لتحت وبحلل الجلوكوز، نفس الشيء بفوت من اي مكان وبكمل، صح؟ هو نفس الشيء. فهم بيقول لي الجلوكونيوجينيك بريكيرسر، اول بريكيرسر ممكن اجيب منه بايروفيت او اي شيء يفوت في الجلوكونيوجينيك اللي هو اللاكتيت في الكوري سايكل، وحكينا عنها بديش اضلني اعيد وازيد في الكوري سايكل. حكينا عندنا جلوكوز حللناه لبايروفيت، اجت الار بي سيز او المسلز في الاكسرسايز اللي فيش فيه اوتو، شو راح تحول البايروفيت للاكتيت؟ اللاكتيت بلش يزيد في الجسم، معقول يزيد هيك؟ راح يعمل لي اسيدوسز. طب شو بدي اعمل؟ بوديه على الليفر. الليفر شو بيسوي فيه؟ بيرجعه لبيروفيت عن طريق اللاكتيت ديهيدروجينيز، والبيروفيت شو بنسوي فيه؟ بنرجعه جلوكوز عن طريق الجلوكونيوجينيسيس. تمام. اذا هاي هي فكره الكوري سايكل، هذا ملخص كل المكتوب هون وحكيناه 100,000 مره اصلا المكتوب هون. اذا هاي هي هدف اللاكتيت. اذا انا ببلش في اللاكتيت، فاللاكتيت بكون عندي بريكيرسر لمين؟ للجلوكونيوجينيسيس. كيف؟ لانه اللاكتيت راح يصير بايروفيت، والبايروفيت شو راح يصير؟ البايروفيت راح يصير لاكتيت، واللاكتيت راح يروح على الليفر ويصير بايروفيت، والبايروفيت راح يعمل لي جلوكوز. تمام، هاي هي كل فكره الكوري سايكل. فبقول لي الكوري سايكل ار بي سي زي ما حكينا، والمسل بالفيرجس اكسرسايز، فيرجس يعني اكسرسايز شديد جدا، بروح على الليفر وبروح برجعوا لي بتحول لبيروفيت وبالبيروفيت لجلوكوز عشان يمنعوا اللاكتيك اسيدوسز. حكينا يضل اللاكتيت وما تحولش، شو بصير فيه؟ بيتراكم وبنزل البي اتش وبصير عندنا شيء اسمه لاكتيك اسيدوسز. ان فاستنج هسه حكينا فاستنج
معناها ايش؟ شو دخل الانسولين بالفاستنج؟ انسولين از ايش؟ از ايتنج هرمون. معناها شو بصير بالفاستنج؟ الانسولين ما راح يطلع بالفاستنج بالصيام. ليش؟ لانه حكينا جلوكاجون اند ادرينالين اند وهي بنضيف عليها جديده جلوكاجون اند ادرينالين اند كورتيزول از فاستنج هرمون. تمام؟ تمام. اذا حكينا الانسولين بقل بالصيام، سو جلايكوجين سوري جلوكاجون ادرينالين وكورتيزول شو بصير فيهم؟ بزيدوا. ليش؟ لانهم لانه بنحكي عن صيام، وهذول شو مالهم؟ ادرينالين از فاستنج هرمون. مين مع الادرينالين؟ جلوكاجون والكورتيزول. حكينا زول لانه موجود بالجسم. This stimulates gluconeogenesis. اذا هذول الثلاث بالصيام بحفزوا مين؟ الجلوكونيوجينيسيس. وانا حكيت لك اول المحاضرة الكورتيزول شو بسوي في الجلوكونيوجينيسيس؟ بزيدها. عشان هيك لما تيجي تعطي كورتيزول لمريض سكري شو بتقول له؟ قول له احضر. ومرات احنا يعني نحاول ما نعطيهوش قدر الا اذا اضطريت جدا 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 تعطيه، غير هيك تعطيهوش. تمام؟ لانه بزيد له السكر في الدم لانه بتعمل جلوكونيوجينيسيس قاعد. اذا stimulate gluconeogenesis in the liver and the kidney tubules which convert lactate to glucose to maintain blood level. اذا بقول له وانت صايم الار بي سيز برضه بدها تعمل لاكتيت، المسل بدها تعمل لاكتيت. فمين اللي بيسرع الكوري سايكل بحاله الصيام؟ اللي هم الفاستنج هرمون. مين هم؟ الادرينالين، الكورتيزول، الجلوكاجون، كلهم بيسرعوا تحويل اللاكتيت لبايروفيت عشان يعطيني جلوكوز. بالعكس هم مستفيدين لما يشوفوا اللاكتيت يقول اه يلا هاي بنحوله لبايروفيت ونجيبه. فهذول بيسرعوا في حاله الصيام الكوري سايكل. Most of glucose is directed to the brain and red blood cells. ليش؟ حكينا البرين أكثر مصدر آمن للطاقة هو الجلوكوز، أكثر مصدر سريع في الطاقة الجلوكوز، والبرين بيخزنش، فبده جلوكوز هو أفضل مصدر للطاقة له. والآر بي سيز حكينا تقدرش تاخذ طاقة غير من الجلوكوز، إذا شلت الجلوكوز بتموت. تمام؟ تمام. فدائما غالب 90% من الجلوكوز أو نسبة عالية جدا زي هيك بتروح عليهم هذول الاثنين. This amount go to skeletal muscle. Skeletal muscle بتدبر حالها، يعني إذا ما فيش جلوكوز بتصير تحرق فاتي أسيد وتطلع كيتون بوديز، وقصة كبيرة تاخذوها إن شاء الله الأسبوع بعد القادم. Which rely in ketone bodies هيها اللي هي المسل ممكن تعتمد على الكيتون بودي والفاتي أسيد عشان تعطي لقاق عشان تطلع طاقة، ولكن البرين والريد بلود سيلز بيعرفوش يعتمدوا على المصادر كثير. البرين ممكن هيك إذا اضطر ممكن يعتمد عليهم، ولكن الأر بي سيز مستحيل. ولكن بتضرر طبعا بتضرر. Red cells convert glucose at all time to lactate. زي ما حكينا هاي الكوري سايكل مره ثانيه انه بتنقلوا اللاكتيت، اللاكتيت بتحول بروح على الليفر بيرجع بايروفيت، البايروفيت برجعه جلوكوز، وهاي هي الكوري سايكل. اذا اللاكتيت از ريليز تو ذا بلاد تيكن باي ليفر ريكونفيرتد تو جلوكوز، حكينا عنها 100,000 مره. طيب جلوكوز فروم امينو اسيد، هاي الجلوكوز from amino acid. بقول لي مش حكينا عنا الجلوكوجينيك امينو اسيد والميكسد امينو اسيد بيعملوا لي جلوكوز عن طريق ايش؟ ممكن بيعملوا لي اي انترميديت، صرت عيدها 100 مره، اي انترميديت ممكن يفوت في المرحله الرابعه، ممكن يكون المرحله الخامسه، ممكن يطلع لي شغله تتحول لبايروفيت زي اللاكتيت مثلا تتحول لبايروفيت. فهاي كل الشغله يا بعمل بايروفيت من شغله يا بفوت انا في الجلوكونيوجينيسيس من اي خطوه من الخطوات. هاي هي فكره الامينو اسيد. تمام؟ فبقول لي الامينو اسيد ممكن يعملوا لي جلوكوز عن طريق انتاج مركبات تتحول لبيروفيت او عن طريق انتاج البيروفيت نفسه. تمام؟ الا مين؟ الا الكيتوجينيك امينو اسيد. طب مين الكيتوجينيك؟ حكينا هم اثنين، ليوسين واللايسين، هذول بتحولوش لجلوكوز. تمام؟ امينو اسيد جيف بيروفيت اور انترميديت اوف كريبس سايكل. اذا بعض متفاعلات كريبس سايكل اللي راح تاخذوها ان شاء الله الاسبوع القادم نهايته ممكن تعمل لي اياهم، وهذول التفاعلات يرجعوا لبايروفيت. كيف بيرجعوا؟ هسه راح نشوف. اذا المتفاعلات او الانترميديت هاي تاعت كريبس سايكل راح نرجعهم لبايروفيت عشان ناخذ منهم طاقه، او مباشره بعطوني بايروفيت. Which is both in both cases can convert it to oxalo acetate. ولما تصير oxalo acetate شو راح يعطيني؟ راح يعطيني فوسفوينول بايروفيت. فقلنا يا الامينو اسيد هاي يا راح تعطيني انترميديت في كريبس سايكل، راح نحكي عنهم بعدين هذول شو هم الانترميديت، ولكن نكون عارفين هسه راح نشوف شو بدنا منهم شو بدناش منهم. ده ايش؟ انترميديت في كريبس سايكل يتحولوا لايش؟ لبايروفيت، او يتحولوا لاوكزالو اسيتيت مثلا عشان يفوتوا في الجلوكونيوجينيسيس، او ايش؟ يعطيني بايروفيت مباشره عشان يتحول لاوكزالو اسيتيت ويفوت في الجلوكونيوجينيسيس. تمام؟ هسه نشوف شو هم هذول الامينو اسيد. هسه نشوف شو هم هذول الامينو اسيد. شايفين هذول الامينو اسيد؟ انا اشطب هذول نعيدها هسه. شايفين هذول الامينو اسيد؟ طلع هاي جروب هاي جروب هاي جروب هاي جروب هاي جروب. انا انصدمت انه دكتوركم بيحكي عنهم مهم.
حفظه مهم وتعرف كل واحدة شو بتطلع. غريب بس ايش نلتزم في حكي الدكتور. طيب كيف نحفظهم؟ بقول لك تخافش راح نحفظهم، خلينا نشوف وحده وحده ونحفظهم. شو اهم مركب في الجلوكونيوجينيسيس؟ الاوكزالو اسيتيت، حكينا اوكزالو اسيكيك حتى سميناه عشان ايش اللي هو البيب كيك ويرجع لفوسفو انول بايروفيت. فانا اذا وصلت لاوكزالو اسيتيت مباشره بدي اتحول لبايروفيت؟ لا خلاص، من اوكزالو اسيتيت مباشره بفوت زي ما حكينا، بفوت في اي مرحله من مراحل الجلوكونيوجينيسيس، صح؟ طيب اهم مدام واهم مركب، ومين اول حرف؟ اهم مركب الاول الاهم، اول حرف في اللغه الانجليزيه حرف الاي، واللغه العربيه حرف الالف، كلهم اي اي الف. هذا فاوكزالو اسيتيت اللي هو اهم مركب، اكيد الامينو اسيد بدها تتحول له، بدها تكون الاولى والاهم اللي هي بتبدا بحرف الاي. اذا الامينو اسيد دائما تبدا بحرف الاي لما تتحول لاوكزالو اسيتيت، فبنحكي اسبرجين واسبرتيت. مدام ودائما هيك يعني نفسه، حتى لو تعرف انه هي اسبرجين اسبرتيت، فنفس الفكره اللي هم بعطوني اوكزالو اسيتيت، فمعناها حرف الاي بيعطيني اوكزالو اسيتيت. طيب هاي اول نقطه، هاي اول نقطه. نيجي على الثاني، نيجي على الثاني، فينيل الانين وتايروسين. الفينيل الانين والتايروسين بعطوني فيوميريت، هذا الفيوميريت راح يتحول لاوكزالو اسيتيت، والاوكزالو اسيتيت راح يفوت جلوكونيوجينيسيس. اذا تخيلوا طلع كيف اعطاني فيوميريت، هذا الفيوميريت من اللي هم الكريبس سايكل انترميديت. هسه الدكتور ليش اخر الكريبس سايكل مع انه هي قاعد بتطلب الانترميديت تاعونها؟ والله ما نعرف عنه، بس احنا نلتزم في اللي سواه. فبس خلص اعرفوا انه هذول الاثنين راح يعطوني شيء اسمه فيوميريت، الفيوميريت راح يتحول لاوكزالو اسيتيت، والاوكزالو اسيتيت شو راح يفوت؟ راح يفوت فوسفو انول بارفيت ويكمل جلايكو جلوكونيو جينيسيس. طب كيف بدي احفظ انه الفينيل الانين والتايروسين بيعطوني فيوميريت؟ بقول لك بسيطه، بقول لك بسيطه. هسا انا شو قلت لكم؟ انا اكثر ماده شو بحبها؟ اكثر ماده بحبها الفارما، وان شاء الله ان شاء الله راح اشرح لكم فارما الجنرال الفصل القادم ان شاء الله. طب ما دام انا راح اشرح لكم فارما جنرال، معناها لو تجمعها تي بي شو راح يعطونا؟ يعطونا فيوميريت. اذا طارق بدرسنا فارما، تمام؟ احفظوها هيك، طارق بدرسنا فارما. اذا تي بي شو بدرسنا؟ بدرسنا فارما. اذا تايروسين فينيل الانين راح يعطوني فيوميريت، الفيوميريت راح يتحول اوكزالو اسيتيت ويفوت جلوكونيوجينيسيس، تمام؟ اذا اي او اي اي مباشرة أول حرف أهم مركب الأوكزالو أسيتيت، لأنه كلهم راح يتحولوا له عشان يصيروا يفوتوا في الجلوكونيوجينيسيس، معناه هو أهم مركب. ومين أول حرف وأهم حرف؟ حرف الإيه. إذا أسبرجين وأسبرتيت أوكزالو أسيتيت مباشرة. طيب مين اللي بتحول لفيوميريت؟ أو شو الإشي الثاني؟ شو النوع الثاني؟ طارق بدرسنا شو بدرسنا؟ فارما. إذا طارق اللي هو تايروسين وبدرسنا فينيل ألانين، شو راح يعطينا؟ فارما فيوميريت، تمام؟ طيب نيجي على اللي بعديها، اللي بعديها هي زنخة شوي يعني فكرت فيها وطلعت معي هالشغلة، مش كثير حلوة يعني راح تعجبكم، ولكن يعني عشان نسهل الحفظ شوي. في فيلم له ثلاث أجزاء اسمه شو اسمه؟ هوتيل ترانسلفانيا، تمام؟ اللي هو عن دراكولا وفيلم أنيميشن، اللي ما حضروش يحضروا، حلو الفيلم كثير. في منه ثلاث أربع أجزاء صاروا، نزل الرابع السنة الماضية، تمام؟ شو اسمه الفيلم؟ هوتيل ترانسلفانيا، في دراكولا وبنت دراكولا وشو القصص هاي كلها. طب شو اسم بنت دراكولا بالفيلم؟ بكون اسمها ميفيس. شو بكون اسمها؟ ميفيس. إذا ميفيس هيك، سوري، ميفيس. شو اسمها؟ ميفيس. إذا ميثايونين، أزوليوسين، وفالين شو راح يعطوني؟ ساكسينيلكو إيه. إذا شو اسم بنت دراكولا بالفيلم؟ ميفيس. إذا ميثايونين، أزوليوسين، فالين راح يعطوني ساكسينيلكو إيه، تمام؟ تمام. إذا ساكسينيلكو إيه شو راح يتحول؟ ساكسينيلكو إيه راح يتحول، لا بديش اقول لكم راح يتحول لفيوميريت وهذا هي هو راح يتحول لفيوميريت وبعدين الفيوميريت راح يتحول لاوكزالو اسيتيت، لا انت هسه مطلوب منك انه تعرف ساكسينيلكو ايه راح بالنهايه يعطيني اوكزالو اسيتيت، والاوكزالو اسيتيت يفوت الكريبس، يفوت سوري مش كريبس، يفوت جلوكونيوجينيسيس، تمام؟ اذا بنت دراكولا شو اسمها الفيلم؟ ميفيس. اذا ام اي في اس، اذا ميثايونين، ازوليوسين، فالين شو راح يعطونا؟ راح يعطونا ساكسينيلكو ايه اللي هو راح يتحول لاوكزالو اسيتيت بالنهايه ويفوت جلوكونيوجينيسيس. طيب تمام تمام طيب نيجي على هاي، نيجي على هاي.
اللي هي طلعوا كم واحد جدا كثار وجدا زنخات. نحفظهم كيف؟ نحفظهم كيف؟ تي اس اي جي تي سي، شو راح يعطوني؟ بايروفيت. مش مهم الاملاء، بايروفيت هيك. طيب راح يعطوني بايروفيت، تمام. هسه بيجي واحد بقول لي شو هذا، شو بتخبص فيه، شو هذا، كيف بدي احفظهم هيك؟ بقول لك طلع شوف هالقصه. انا شو اسمي اسمي طارق. يعني مش معقول لحد الان صار لي هي ثالث محاضره بعطيكم، مش معقول لحد مش عارف اسمي. اسمي طارق اشتاوي، تمام. اذا طارق اشتاوي، اذا طارق اشتاوي لو راح على اربز جوت تالنت، اربز جوت تالنت تاع المواهب اللي كنا نحضره على ام بي سي 4 زمان، اذا طارق اشتاوي لو راح على اربز جوت تالنت ولما يروح شو بيحكي؟ راح يفوت على لجنه الحكام يقول سي، زي كريستيانو رونالدو اللي بيعرف رونالدو شو بيحكي. فلما يقول لهم سي شو راح يقولوا له؟ باي روح بيت، انت واحد شو جاي تتخوت علينا؟ فبيقولوا له باي روح بيت، تمام. اذا كيف نحفظهم؟ تي اللي هي ايش؟ ثريونين، اس سيرين، الانين، جلايسين، سايت جلايسين، تريبتوفان، سايتوسين، راح يعطوني كلهم ايش؟ بايروفيت، والبايروفيت راح يتحول لاوكزال اوستيت، والاوكزال اوستيت راح يفوت اللي هو جلوكونيجينس. كيف نحفظهم؟ طارق اشتاوي راح على اربز جوت تالنت، شو قال لهم؟ قال لهم سي، شو قالوا له؟ قالوا له باي روح بيت. هاي هي الفكره، تمام؟ تمام. اخر وحده واللي هي حسيتها احلى وحده في طريقة الحفظ، كيف نحفظ هذول المركبات؟ كيف نحفظ هذول المركبات؟ بقول لك سهلة. قلنا أنا حكيت لكم بالبوست، اللي شاف البوست قلت لكم مين بحب دجاج كنتاكي؟ مين بحب دجاج؟ بالعمدة ما قلتش دجاج كنتاكي، قلت دجاج كنتاكي. ليش؟ لأنه بدنا نحفظ هذول هيك. تمام؟ شو هذا؟ راح نحفظ إنه هذول حب جاج، إذا حب جاج. طب شو الدجاج اللي بتحبه؟ كنتاكي. إذا حب جاج كيتو جلتريت، إذا كيتو جلتريت. إذا حب دجاج شو راح يعطيني؟ راح يعطيني كيتو جلتريت. إذا شو بتحب؟ بتحب دجاج كنتاكي أو جاج كنتاكي، خلينا نحكي. إذا شو بتحب؟ بحب دجاج كنتاكي. إذا حب دجاج معناها إيش؟ كيتو جلتريت، راح يعطيني كنتاكي أو كيتو جلتريت، هيك بدنا نحفظها. حب دجاج هيستيدين أورثيونين برولين او برولين، مرات بقولوا جلوتاميت ارجينين جلوتامين، راح يعطوني كلهم كيتو جلوتريت كنتاكي. الكيتو جلوتريت بالنهايه راح يعطيني اوكزالو اسيتيت، والاوكزالو اسيتيت راح يكمل جلوكونيوجينيسيس. بديش اياكم تعرفوا الكيتو جلوتريت كيف بيمشي وكيف الباث واي. هاي كريبس سايكل، اذا بعطيك اياها انا قاعد بشرح الكريبس سايكل دكتوركو، يعني جد جد ليش لازم نسبق كريبس بهاي المحاضرة، ولكن خلص شو بدنا نحكي؟ احنا نلتزم بالموجود. فشو بعطوني؟ بعطوني كيتو جلوتريت، كيتو جلوتريت بتحول لاوكزال اوستيت، الاوكزال اوستيت بعطيني جلوكونيوجينيسيس، تمام. اذا هاي هي طريقة حفظهم هذول. طيب جلوكوز الانين سايكل، نشوف الجلوكوز الانين سايكل. الالانين ممكن يتحول ل بايروفيت، والبايروفيت يتحول لجلوكوز عن طريق الجلوكونيوجينيسيس. كيف بيصير هذا؟ بقول الالانين از ترانسبورتد فروم ماسل تو ليفر ترانز امينيتد، بيصير له ترانز امينيشن، بنزع الامين جروب اللي هي الان اتش 3 منه، بيصير بايروفيت. اذا الالانين هو نفسه البايروفيت، نفسه بالضبط، ولكن شو في امين جروب زياده، فصار اسمه الانين اللي هو امينو اسيد، تمام. فمباشره بنزع الامينو جروب هاي، شو بتحول؟ بتحول لبايروفيت. طب وين بصير النزع؟ بالليفر، بصير الترانز امينيشن بالليفر. هاي شو فائدتها؟ فائدتها شغلتين. اول شغله، اذا فائدتها شغلتين، واحد او ايه نسميها، اول فائده اللي هو اللي هو الجلوكوز، صناعه الجلوكوز عشان ازيد سكر الدم اذا كان ناقص في حالات الصيام، صح؟ طب شو ثاني فائده؟ ثاني فائده بدي اتخلص من شيء اسمه اليوريا، اليوريا او اليورين، بدي اتخلص من اليوريا في اليورين. اذا اليوريا هاي اللي هي المركبات الامين اللي فيها الامين، بتكون اذا زادت عن حدها في الجسم ممكن تعمل لي تسمم، تمام. فانا عشان اقلل منها بروح بحط الان اتش 3 هاي، بحطها في مثلا في البايروفيت، بصير ايش؟ بصير اسمه الانين. الانين بوديه وين؟ على الليفر او على الكدني عشان يرجع بايروفيت ويعمل لي منه جلوكوز. اذا هيك انا بكون وديت الان اتش 3 على الليفر او على الكدني، وخصوصا على الليفر. ليش؟ لانه الليفر بتصير فيه في شيء اسمه اليوريا سايكل. اذا مين بيقدر يتخلص من اليوريا؟ هاي اليوريا الشيء المضر اللي فيه ان اتش 3 دائما،
مين اللي بقدر يتخلص منه؟ الليفر. فلازم اوديهم على الليفر. كيف بوديهم على الليفر؟ بنقولهم مثلا الالانين بكون في ان اتش 3، بوديها على الليفر، بسحب الان اتش 3 بكبها في اليوريا سايكل اللي راح تاخذوها لقدام ان شاء الله، والبيروفيت بصنع منه جلوكوز. اذا هاي فائدتين، اصنع جلوكوز، ثاني فائده اتخلص من الان اتش 3 في اليوريا سايكل اللي بتصير في الليفر. جلوكوز كان انتر جلايكوليتيك باث واي تو فورم بايروفيت ويتش ترانس امينيتد الانين. تمام، اذا الالانين بتحول لبيروفيت عن طريق ترانس امينيشن، بعطيني الجلايكوليسيس عن طريق الجلوكونيوجينيسيس. جلوكوز الانين سايكل از برايمري امبورتنس ان كونديشن اوف ستارفيشن. اذا لها اهميه، اذا حكينا الامينو اسيد بنستخدمهم مهمين جدا كمصدر للايش للجلوكوز لما يكون الواحد عنده ستارفيشن، صح ولا لا؟ It transfers 3 carbon of pyruvate to the liver to give glucose. فحكوك حكينا بتعمل لي بايروفيت عشان تعطيني منه جلوكوز. Transfer NH3 non toxic form. حكينا ان non toxic form، فبدي انقله كيف؟ لانه اذا نقلته هيك لحاله NH3 بسمم الدنيا، وعشان هيك حكينا بدناش اياه يزيد. فبربطه زي ما حكينا بايروفيت، بتحول البايروفيت لالانين، الالانين بوديه على الليفر، بفكه برجعه بايروفيت، البايروفيت بعمل منه طاقه، والان اتش 3 وين بزتها؟ في اليوريا سايكل. اذا فروم ماسل تو ليفر تو بي كونفرتد تو يوريا، في الليفر في برجعه يوريا ريليتد تو كوري سايكل. اذا هاي ليش سايكل؟ هاي كلها يعني بقول لك ريليتد تو كوري سايكل. كيف؟ نفس الفكره لما كان لاكتيت وديناه على الليفر، نفس شلون الانين وديناه على الليفر، نفس الفكره. تمام تمام. جلوكوز فروم جليسرول. هون بدي احكي شغله قبل ما نفوت هون. اذا بتتذكروا الشتل اللي حكينا عنه في الجلايكوليسيس، حكينا عنه اثنين شتل، لان اول واحد الماليت اسبرتيت شتل حكينا عنه، استخدمناه في الجلوكونيوجينيسيس في عمليه الاوكسالو اسيتيت اطلعه برا الميتوكوندريا، صح ولا لا؟ طيب في عندي شتل ثاني بتتذكروا كان اسمه جليسرول 3 فوسفيت شتل، صح؟ كان من وين كنت اجيبه اذا بتتذكروا تفاعله؟ بدي اذكركم في تفاعله شوي. حكينا بجيب مركب اسمه الذهب، اذا بتتذكر ذاكرينه اللي قلناه بنجيبه من ايش؟ من الجلايكوليسيس. بنعمل للذهب ايش؟ بنعمل له ريدكشن، بنعطيه الاتش من الناد اتش، مش كنا نفوت ناد اتش عشان نفوت الناد اتش شتل، ما هو بعطيه من الناد اتش الاتش تاعته بعمل له ريدكشن، بيتحول لجليسرول 3 فوسفيت. الجليسرول 3 فوسفيت حكينا بفوت جوا الميتوكوندريا وبرجع لذهب وبرجع الناد ناد ناد اتش لناد اتش، لانها لما صار ريدكشن واخذ الاتش منها صارت ناد بلس، فبرجعها ناد ناد اتش، ولكن قلنا بخربط فبرجع ايش؟ فاد اتش، فبرجع ايش؟ فاد اتش. هذا هو ايش؟ الناقل. طب هسه شو رايك انه ممكن استفيد من الجليسرول 3 فوسفيت لانه تفاعل عكسي وهو يرجع يعطيني ذهب؟ مش كنا احنا نحول الذهب لجليسرول 3 فوسفيت ونفوته على الميتوكوندريا؟ هسه بديش افوته على الميتوكوندريا، بدي اصنع جلوكوز. طب شو رايك انه ممكن استفيد منه هذا وارجعه لذهب، والذهب هذا يفوت ايش؟ اجيب منه مركبين، واحد بحوله لجليسر الديهايد 3 فوسفيت عن طريق الايسوميريز، تريوز فوسفيت ايسوميريز، بدمجهم ببعض وبلش فركتوز. تخيل دمجتهم ببعض وبلشت فركتوز 1,6 بس فوسفيت، طلع قديش قصيت وقت واختصرت حالي. فلو اطلع هون على السريع، لو اطلع هون على السريع، هيا مش حكينا هذول دمجناهم في بعض اللي هو الذهب وايش؟ الجليسر الديهايد 3 فوسفيت. طب تخيل انت مباشره اجيت من هون وعملت هذا المركب، صح؟ تخيل انت اجيت من هون وعملت هذا المركب مباشره. فلو عندي منه اثنين، واحد بحوله لجليسر الديهايد 3 فوسفيت وواحد بضله ذهب، بدمجهم في بعض وبوصل فركتوز 1,6 بس فوسفيت. طلع قديش وفرت طاقه. قبل هاي العمليه قديش كنت مستهلك طاقه؟ كنت مستهلك 6 طاقه. تخيل هسه بعد العمليه هاي ولا راح استهلك ولا حبه طاقه، لانه كلهم فوسفاتيز فوسفاتيز كانوا ينزع ونزع. فطلع شو فائده الجليسرول وقديش انه مهم جدا الجليسرول 3 فوسفيت. طيب قول لي انت هون قاعد بتقول لي جليسرول 3 فوسفيت بالشتل، هون بتقول لي جليسرول فروم جلوكوز فروم جليسرول، هون بتقول لي جليسرول مش جليسرول 3 فوسفيت. بقول لك اه طب حط له 3 فوسفيت، حط له فوسفيت على الكربون رقم 3 من الجليسرول. قول لي ايوه طب كيف بدي احط له؟ بقول لك في انزيم موجود بس بالليفر والكدني، زي مين؟ زي الجلوكوز 3 6 فوسفاتيز، هذا نفس الفكره، هذا بس موجود في الليفر والكدني. بحط الفوسفيت على الكربون رقم 3 في الجليسرول عشان تصير جليسرول 3 فوسفيت، والجليسرول 3 فوسفيت عن طريق الشنط او الشتل اللي هي كان الشتل، شو اسم الانزيم كان بالشتل؟ قلنا بشوف اسم الشتل وبحكي الانزيم، شو اسم الشتل؟ جليسرول 3 فوسفيت شتل. اذا شو اسم الانزيم؟ جليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز. اذا برجع الجليسرول 3 فوسفيت لذهب، بعمل منه اثنين، بدي اثنين من هذا، بعمل منه اثنين، بستهلك ايش؟ بستهلك اي تي بي. هون لا بقول لك لا،
طب تقول لي كيف بستهلك اي تي بي؟ بقول لك هسه بنشوف وين بستهلك اي تي بي. اذا رجعته لذهب، والذهب بحول واحد لجليسرال دي 3 فوسفيت، برجعهم فركتوز 1 6 بيس فوسفيت وبكمل جلوكونيوجينيسيس بدون ما استهلك طاقه في الجلوكونيوجينيسيس. ولكن اكتشفوا العلماء انه لو حسبوا الطاقه اللي يعني المستهلكه في هاي العمليه، اكتشفوا انه هسه احنا عندنا مركبين، قلنا اثنين عشان اعمل اثنين ذهب ويعطيني واحد، فايش قديش اكتشفوا طاقه من الواحد؟ من الواحد قلنا بنخسر واحده اي تي بي، طب اضرب في اثنين اثنين اي تي بي. طب هسه بيجي واحد بيقول لي طب كيف ما احنا شفنا ولا واحد خسر اي تي بي؟ بقول لك صحيح، ولكن قلت لك انا عندي جليسرول بدي احوله لجليسرول 3 فوسفيت، بدي احط ايش؟ بدي احط فوسفيت. طب كيف بدي احط فوسفيت؟ بدي كاينيز. اذا شو اسم الانزيم؟ انا عرفت اسم الانزيم بدون ما اشوف الباثوي، جليسرول 3 كاينيز، اذا 3 فوسفيت كاينيز او جليسرول كاينيز. جليسرول كاينيز، جليسرول كاينيز بحط لي فوسفيت على الكربون رقم 3. الجليسرول كاينيز فقط موجود في الليفر والكدني، صار اسمه جليسرول 3 فوسفيت عن طريق الشتل. شو اسم الشتل؟ قلنا جليسرول 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، بيرجع لي اياه لناد لذهب عن طريق تحويل الناد بلس لناد اتش، رجع لذهب، بعمل اثنين جليسرال دي 3 فوسفيت فركتوز 1 6 بيس فوسفيت، ما استهلكتش ولا طاقه. اذا انا قد ايش استهلك؟ هون ما استهلكتش، هناك في البدايه استهلكت حبتين لانه ضربت في اثنين، واحده وضرب في اثنين بيطلعوا اثنين عن طريق الجليسرول كاينيز، لانه حط فوسفيت على الكربون رقم 3 من الجليسرول. هاي هي فكره الجلوكوز فروم جليسرول. اذا هون بقول لي جليسرول ريزلت فروم هيدروليسيس اوف تراي اسيد جليسرايد، بقول لي طب احنا من وين جبنا الجليسرول نفسه؟ بقول لك التراي اسيد جليسرايد، تذكروا لما حكيت لكم مركبها، هي عباره عن مركب جليسرول هيك وماسك فيه ايش؟ واحدة فاتي اسيد، اثنتين فاتي اسيد، ثلاث فاتي اسيد، واحدة اثنتين ثلاث، اذا ثلاثة فاتي اسيد. طب لو قصقصناها شلناها وشلناها وشلناها شو صفى؟ صفى جليسرول لحاله، يعني بس حلل التراي اسيد جليسرايد بيطلع جليسرول. اذا هذا الجليسرول زي ما حكينا شو بدي اسوي فيه؟ بدي احط عليه فوسفيت. فهو ايش؟ result from hydrolysis of triacyl glyceride، وين بتحلل؟ في الاديبوز تيشو، في الاديبوز تيشو. هاي بتهمناش المعلومه، هتاخذوها ان شاء الله في السي في اس. اذا وين مش بس في السي في اس، رح تاخذوها برضه قبل، رح تاخذوها في الفات ميتابوليزم اتوقع 100% رح تاخذوها. اذا التريسيل جليسرول بحلله بطلع منه جليسرول، هسه طلع عندي جليسرول، بس هذا الجليسرول لازم اوديه على الليفر او على الكدني لانهم هم الوحيدين اللي بيحتوا على هذا الانزيم اللي حكيت لكم بحول الجليسرول لجليسرول 3 فوسفيت اللي هو اسمه جليسرول كاينيز، فبوديه على الليفر او على الكدني بطريقه بتهمنيش، بس اعرف انه جليسرول بدي اوديه على الليفر او على الكدني. اذا الجليسرول از كونفيرتد تو جليسرول 3 فوسفيت في انزيم شو اسمه؟ جليسرول دي هاي جليسرول كاينيز، جليسرول كاينيز فقط موجود وين؟ في الكدني والليفر ومينلي الليفر. طيب معناها الاديبوز تيشو اللي هي الخلايا الدهنيه اللي بتخزن الدهون وترأس جليسرايد دهون فيها جليسرول 3 فوسفيت، سوري فيها جليسرول كاينيز اللي هو بيحول الجليسرول لجليسرول 3 فوسفيت. بقول لك لا ما فيها. طيب شو فئه الجليسرول اللي معبى فيها؟ ما هي هاي مخزن الدهون، اديبوز تيشو اسمها اديبوز تيشو خلايا الدهون، فهي مخزن الدهون اللي هي معبى دهون ومنها تراس جليسرايد. بقول له هي بس باخذها كيش بطول منها، يعني مثلا هي مخبيه 100 حبه تراس جليسرايد، بقول لها اعطيني بدي 50 حبه جليسرول، بتقول لي يلا ماشي، بتروح بتقصقص وبتطلع لي الجليسرول جاهز وبنوديه على الليفر. ليش بنوديه على الليفر؟ لان هي ما بتقدر لحالها تحوله لجليسرول 3 فوسفيت. اذا هي كانت يوتيلايز جليسرول از اتس لاك جليسرول كاينيز انزيم، فيش عندها الانزيم او الكاينيز اللي بحول الجليسرول لجليسرول 3 فوسفيت. ذهب او دي هيدروكسي اسيتون فوسفيت از ذا بوينت اوف انتري انتو جلوكونيوجينيسيس، بقول لي هو اللي بفوت على جلوكونيوجينيسيس. طب كيف بدي اعمله؟ حكينا كيف. جليسرول ريليز فروم اديبوز تيشو از انكريز ان ستريس، هاي مهمه شوي لانه موجود في سلايداتكم الدكتور ركز عليها. جليسرول بيزيد تطليع الجليسرول من اديبوز تيشو ووديه على الليفر في حالات الستريس، في حالات الستريس. اذا الجليسرول اللي بينتج بالاديبوز تيشو حكينا مخزن الدهون، مخزن لتراس الجليسرايد اللي بطول منه الجليسرول في الاديبوز تيشو. طب كيف بزيد الريليز اوف جليسرول فروم اديبوز تيشو؟ لما الواحد يصير ستريس يتوتر وهذا بتلاقي زاد افراز الجليسرول، وما دام زاد من اديبوز تيشو راح يروح على الليفر، لما يروح على الليفر راح يتحول لجليسرول 3 فوسفيت، مش شرط يروح جلوكونيوجينيسيس، ممكن يعمل لي اللي هو فاتي اسيد وشو اسمه يعمل لي تراي اسيد جليسرايد نربطه بفاتي اسيد موجود في الليفر وما الى ذلك. اذا مش بس استخدامه في الجلوكونيوجينيسيس، راح تشوفوا له مليون استخدام بس تاخذوا محاضرات الفات ميتابوليزم، ولكن هون احنا اللي بيهمنا ف
في الجلوكونيوجينيسيس، الباقي بيهمناش، ولكن بدي اياك تعرف انه الجليسرول بيزيد افرازه في حالات ستريس. تمام جليسرول الترز الجلوكونيوجينيسيس اور جلايكوليسيس ديبند اون ذا سيلولار انرجي اوف تشارج. هاي بيوضح حكي اللي حكيته فوق لسه، انه مش شرط بس استخدمه في الجلوكونيوجينيسيس. بقول لي مثلا انت بدك اي تي بي، انت بدك اي تي بي وسكر دم مليح، طيب او بدناش سكر دم مليح، خلنا عشان نكون اشي دقيقين، بدي اي تي بي وبدي جلوكوز، صح؟ بدي اي تي بي وبدي جلوكوز عشان الدم. طيب اجى الجليسرول، جبت 50 مركب جليسرول، اعطونا ذهب، مش قلنا اعطونا ذهب؟ الذهب هذا بجيب مركبين منه، واحد بتحول لا بجيب مركبين واحد بتحول لا جليسرال ديهايد 3 فوسفيت وبدمجهم، هذول صار عندي ذهب وجليسرال ديهايد 3 فوسفيت. يا بدمجهم وبروح بعمل جلوكوز عن طريق جلوكو نيوجينيسيس، يا الذهب والجليسرول 3 فوسفيت سوري جليسرال ديهايد 3 فوسفيت بخليهم يكملوا جلايكوليسيس عشان يعطيني اي تي بي. اذا الجليسرول بيظبط يعطيني اي تي بي وبيظبط يعطيني جلوكوز، فانت جبت 50 حبه جليسرول، 50 منهم بروح يعطيني جلوكوز عشان الدم و50 منهم بروح يعطيني اي تي بي بكمل جلايكوليسيس، لانه انت بتفوت في انترميدييت جلايكوليسيس وانترميدييت لمين؟ للجلوكونيوجينيسيس اللي هو الذهب. الذهب بيقدر يكمل جلايكوليسيس، بتحول ثنتين لجليسرال ديهايد 3 فوسفيت وبكمل جلايكوليسيس، وبيقدر الذهب ايش؟ يكمل جلوكونيوجينيسيس، بحول وحده جليسرال ديهايد وبندمج معها وبصيروا فركتوز. فبقول لي انت طب كيف بدي اعرف؟ حسب حاسه الجسم، اذا بده اي تي بي عم اعطيه اي تي بي، بده جلوكوز اعطيه جلوكوز، بس هاي الفكره. تمام. In the first step glycerol is phosphorylated to glycerol 3 phosphate in the reaction catalyzed by glycerol kinase. اذا الجليسرول كينيز زي ما حكينا بحول الجليسرول لجليسرول 3 فوسفيت. تمام. والجليسرول 3 فوسفيت زي ما حكينا بروح وعن طريق الشاتل بيجي الجليسرول 3 فوسفيت ديهايدروجينيز بحوله لذهب وباستهلاك الناد بلس لناد اتش. أيوة زي ما حكينا جليسرول 3 فوسفيت ديهيدروجينيز بحوله لذهب او ديهيدروكسي اسيتون. اذا جليسرول 3 فوسفيت زائد ناد بلس، ناد بلس بصير ناد اتش، والجليسرول 3 فوسفيت بصير ديهيدروكسي اسيتون فوسفيت. تمام. جلوكوز فروم اود تشين فاتي اسيد، التفاصيل تؤجل لا بعد لمحاضرات الفات ميتابوليزم. هسه اذا بدي احكي تفاصيل راح تضيعوا على الفاضي، التفاصيل تؤجل لمرحله الفات ميتابوليزم في ايش؟ بس في هاي النقطه اللي هي جلوكوز فروم اود تشين فاتي اسيد. شو يعني اود تشين وكيف بدي استخرجه بالضبط؟ راح تاخذوها بالتفصيل بالفات ميتابوليزم. هسه بس بدي اعرفكم شغله، بس هي اللي بدي اياها منكم، اللي بدي اياها تعرفوا، بدي اياكم تعرفوا انه بجيب انا من الاود تشين فاتي اسيد، من الفاتي اسيد الاود تشين بطلع منها شيء اسمه بروبنيت. هذا البروبينيت راح يتحول بالنهايه لساكسينيل كو اي، وتتذكروا حكينا ساكسينيل كو اي شو بيسوي؟ بيصير اوكزالو اسيتيت، والاوكزالو اسيتيت بفوت جلوكونيوجينيسيس. تمام. اذا فاتي اسيد الاود تشين فاتي اسيد بتعطيني بروبينيت، البروبينيت بتحول لساكسينيل كو اي بالنهايه، ساكسينيل كو اي شو بعطيني؟ اوكزالو اسيتيت، اوكزالو اسيتيت بروح جلوكونيوجينيسيس. طيب بدي احكي لكم شغله ثانيه برضه بدنا اياها من هذا السلايد، اللي هو الاود تشين فاتي اسيد او الفاتي اسيد حتى كلهم بشكل عام، والاود تشين سبيشالي راح يعطيني كلهم اسيتيل كو اي، راح يعطيني كلهم اسيتيل كو اي. طيب الاسيتيل كو اي شو المشكله؟ المشكله انه الاسيتيل كو اي من مين نتج؟ بتتذكروا كمان بتتذكروا في المحاضره الماضيه حكيت لكم البايروفيت عشان يروح على كريبس على الالكترون ترانسبورت تشين لازم يتحول لاسيتيل كو اي عن طريق الكومبلكس، اذا انكم ذاكرينه اللي سميناه بايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس. وحكينا قديش بده كم كوفاكتور بده، حكينا بحفظهم بكلمه تليفونك زائد اللي هو الام جي بلس 2. تمام، حكينا بحفظهم بكلمه تليفونك. فهذا البايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس اللي هو في منه كاربوكسيليز وفي منه ديهايدروجينيز وفي منه لو ترانسفيريز اللي هو نقل الكو اي، اذا بتتذكروا حكينا عنه بالتفصيل محاضره الجلايكوليسيز. هذا البايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس الريفيرسبل، فانا الفاتي اسيد لو اعطتني اسيتيل كو اي هو بنتج منها اسيتيل كو اي، فلو واحد منكم قدم هسه روح يسالني سؤال بيقول لي طب هيو نتج اسيتيل كو اي ليش ما يرجع لبايروفيت من نفسه البايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس ويروح يرجع بايروفيت وبايروفيت يكمل يعطيني اوكزالوستيت نفس الفكره؟ بقول لك لا بيقدرش يرجع لانه الريفرسبل. فلو صار اسيتيل كو اي، الاسيتيل كو اي لازم احولها لبروبينيت، او الاسيتيل كو اي مش شرط احولها، بديش افوت في التفاصيل. خلص اعرفوا الاسيتيل كو اي بتقدرش ترجع اللي بتنتج من الفاتي اسيد.
فلازم اطلع بروبنيت لبروبنيت، بعطيني ساكسينيل كو اي، ساكسينيل كو اي بتحول اوكزال استيت، الاوكزال استيت بكمل. بس هذا اللي بدي اياكم تعرفوه. تمام. انرجي ريكويرمنت فروم جلوكونيوجينيسيس، بقول لي حسب ما تبلش بنشوف قديش بدها طاقه. اذا والله بلشت من بايروفيت غير ما تبلش من الجليسرول، حكينا اذا بلشت من بايروفيت غير ما تبلش من اوكزال استيت، فهي الفكره. طيب خلينا نحسب، لو بلشت من بايروفيت، لو بلشت من بايروفيت بدي احوله لاوكزال اسيتيت صح، بستهلك كم طاقه؟ واحده طاقه، اضرب لي في اثنين، خلينا نضرب في اثنين نعتبر مركبين بايروفيت، بستهلك واحده طاقه اضرب في اثنين، او بديش اضرب في اثنين بضرب بالاخر عشان ما نخربطش الدنيا. اذا بايروفيت لاوكزال اسيتيت حكينا هاي واحده اي تي بي، بعدين من الاوكزال اسيتيت لفوسفينول بايروفيت هاي واحده جي تي بي، تمام جي تي بي. بعديها حكينا من اللي هو الوحيد الكايناز المنعكس كان ايش، من 2 3 فوسفوجليسرات 3 فوسفوجليسرات حولناها ل 1 3 بس فوسفوجليسرات، هي رجعنا ايش الهاي انرجي فوسفيت، استهلكنا وحده اي تي بي، بعديها استهلكنا شيء، بعديها ما استهلكناش شيء. اذا الناد زي ما حكينا بتهمناش حاليا في الجلوكونيوجينيسيس، الناد والناد اتش بهموناش. تمام. اذا الاي تي بي هاي وحده، هاي ثنتين، اذا اضرب 1 2، اذا 2 اضرب في 2 4، اذا 4 اي تي بي، 4 اي تي بي، والجي تي بي اضرب في 2 2 جي تي بي. اذا كم طاقه فعليا انا مستهلك؟ 6 طاقه، ويعني في ناس بكتبوها مجازا 6 اي تي بي، ولكن هي 4 اي تي بي 2 جي تي بي، ولكن المحصل انه 6 طاقه. تمام. ده بيقول لي لو بلاش من بايروفيت تحول 2 بايروفيت ل 2 اوكزالو ستيت بدك 2 طاقه، لانه بنحكي عن 2 اوكزالو ستيت ل 2 فوسفينول بايروفيت 2 جي تي بي، طبعا هاي بس قلت لك بحطوها مجازا هيك اي تي بي 2 3 فوسفوجليسرات، هاي 3 فوسفوجليسرات يعني هاي على الفوسفات 3 مش 2 ضرب 2، مش تروح تقول 6 هسه، هاي 3 فوسفوجليسرات اسم المركب، اذا 2 من 3 فوسفوجليسرات و2 من 1 3 بس فوسفوجليسرات اعطاني، اذا قديش استهلكنا 2 اي تي بي، 2 2 2 اذا 6 اي تي بي زي ما حكينا. طيب لو بلشت من اوكزالو اسيتيت مباشره زي ما كان يعمل الامينو اسيد، كان يعطوني مباشره اوكزالو اسيتيت بدون ما يمرقوا في بايروفيت صح؟ معظمهم الا واحده كانت تعطيني بايروفيت. طيب شو لو بلشت من اوكزالو اسيتيت؟ هذول الطاقه مش راح استهلكهم، اذا قديش راح اصفي مستهلك؟ 2 جي تي بي 2 اي تي بي، اذا انا مستهلك 4 طاقه مجازا، 4 اي تي بي مجازا، 4 اي تي بي. طيب لو بلشت من جليسرول، مين الذكي اللي يقول لي قديش بستهلك؟ بقول لك انا حكيت لك قديش بستهلك، بلشت من جليسرول كل هذول مش راح امرق عليهم، كل هذول مش راح امرق عليهم، فمش راح يعطوني ولا استهلك طاقه من هذول، ولكن الشغله الوحيده اللي بستهلك فيها طاقه اني احول الجليسرول لجليسرول 3 فوسفيت صح؟ هاي اللي راح استهلك على طاقه. اذا قديش بستهلك طاقه؟ واحده طاقه، واحده اي تي بي صح؟ اضرب في 2 لانه 2 بدي مركبين عشان يعطوني 2 ذهب، اذا 2 اي تي بي، اذا بستهلك 2 اي تي بي. اذا مين اقل وحده بتستهلك؟ الجليسرول. الجليسرول 2 اي تي بي، 2 اي تي بي جليسرول، من الجليسرول لجلوكوز 2 اي تي بي، من الاوكزالوستيت لجلوكوز 4 اي تي بي، من البايروفيت لجلوكوز 6 اي تي بي. وهاي هي الفكره. هاي بقول لي if you start from بايروفيت بدك تستهلك 6، if you start from اوكزالوستيت بدك تستهلك 4، if you start from جليسرول بدك تستهلك 2، وهي الصوره مش مهمه. physiological importance of gluconeogenesis، شو أهمية الجلوكونيوجينيسيس؟ حكينا maintain blood glucose level، إذا maintain blood glucose level حكينا الجلوكوز ليفل الطبيعي حوالي بكون 70، يعني الأوبتيمم، الأوبتيمم المثالي يعني بقول لك ل 110 120 زي هيك، هذا مثالي بنعتبره. تمام. إذا نقص عن هيك بصير مصيبة، فمين اللي بحافظ لي على السكر يضلوا هيك لو أنا صايم؟ اللي هو الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجين، بس مشكلة الجلايكوجين بيخلص بسرعة، بعديها بصير العملية المسؤولة هي الجلوكونيوجينيسيس. إذا زي ما حكينا سبيشالي ان ستارفيشن بصير مسؤوله الجلوكونيوجينيسيس. تمام. مور ذان 18 اور ليش؟ بكون الجلايكوجين خلص. برضه البرين بقول لي البرين هو العضو الاساسي اللي بده جلوكوز، هو الار بي سيز، هون بقول لي هاز مينيمم اوبليجاتوري ريكويرمنت اوف 120 جرام جلوكوز بير داي، اذا باليوم البرين قديش بده جلوكوز؟ بده 120 جرام. مين بيوفر له اياهم الواحد صايم صار له 18 ساعه؟ الجلوكونيوجينيسيس بدها توفر، قلنا كل الجلوكوز اللي بتطلعه بتوديه على البرين وعلى الار بي سيز، يعني حوالي 90% او فوق ال 90% 99% الى للبرين والار بي سيز، عشان البرين طبعا بده 120 جرام والار بي سيز ما تقدرش تستخدم غير الجلوكوز، فكله بنوديه هناك. والباقي التيشو، طب قول لي الباقي التيشو عادي بيستخدم الجلوكوز؟ بقول لك عادي بيسلكوا حالهم بفاتي اسيد بيطلعوا طاقه بدبروا الدنيا. تمام. اذا حكينا provided in case of starvation via gluconeogenesis، لما يكون واحد starvation مجاعه او صيام طويل، gluconeogenesis هي اللي بتعطي البرين 120 هذول جرام. Approximately 60% of total carbohydrate intake by the body is metabolized by the brain.
طلع يعني انت بتاخذ جلوكوز 60% من الجلوكوز اللي الجسم بيستهلكه واللي عشان يعطيني اي تي بي كله بيستهلكه هو البرين. فتخيل البرين والار بي سي قد يطلع مجموعهم مع بعض يطلع فوق ال 90، فايش بنحكي عن 60% واكثر. جلوكوز از ذا مين سورس اوف انرجي فور ان ايروبيك تيشو. طب مين الان ايروبيك تيشو اللي فيش فيها ميتوكوندريا؟ ار بي سيز والمسل ديورينج اكسرسايز. فمش واحد صايم بيلعب رياضه هذا راح ينشطب شطب، لانه انت يلا يلا بدك تلحق الجلوكونيجز بدك تلحق على البرين ولا بدك تلحق على الار بي سيز ولا بدك تلحق على المسل، فبتلاقيه ممكن يغمى عليه لانه الجلوكونيجز بتعرفش تلحق، لانه صار عندك المسل لما تركض لما تلعب رياضه المسل برضه بتقدرش تستخدم غير الجلوكوز عشان ايش؟ عشان الان ايروبيك ريسبيرشن لانه بطل فيها اكسجين زي ما حكينا. تمام. كنترول اوف اسيد بيس بالانس كيف؟ كنترول عن طريق الكوري سايكل حكينا عشان تمنع الاسيدوسيس، عشان تمنع الاسيدوسيس بخلص من اللاكتيت نفس الفكره. طيب هيا برودكشن اوف لاكتيت از اكسر تو كليرنس ميتابوليك اسيد، عشان نخلص الميتابوليك اسيدوسيس لازم اعمل له كليرنس لمين؟ للاكتيت. كيف بعمل له كليرنس؟ بحوله لبايروفيت، البايروفيت بروح على بودي اللاكتيت على الليفر، بالليفر اللاكتيت بحول لبايروفيت والبايروفيت بصير جلوكوز عن جلوكوز نيوجينيسيس جلوكونيوجينيسيس. ذا ريسينثيز اوف جلوكوز فروم لاكتيت ذا ميجر روت اوف لاكتيك ديسبوزل، ديسبوزل تخلص، عشان اتخلص من اللاكتيت او اعمل له كليرنس عشان ما يصيرش عندي شيء اسمه ميتابوليك اسيدوسيس. جلوكوز ريكويرز ان اديبوز تيشو فور بريكيرسر اوف جليسرول، اذا عشان اصنع جليسرول بدي جلوكوز. عشان برضه هاي مهمه شوي النقطه اللي هي الام المرضعه، الام المرضعه الحليب اللي بترضعه لابنها هو عباره عن ايش؟ لاكتوز، هو عباره عن لاكتوز. من وين بصنع اللاكتوز؟ من الجلوكوز، فلازم يكون عندي جلوكوز عشان اصنع لاكتوز عشان الام ترضع ابنها في الميموري جلاند. اذا بريكيرسر فور ميلك شوجر فور لاكتوز ميموري فور فور ميموري جلاند تمام؟ ان لاكتوز. جلوكوز از نيدد تو مينتين انترميديت اوف ترايسايكليك اسيد اللي هي كريبس سايكل، هاي رح نحكي عنها بعدين، ولكن هون يعني الفكره انه الجلوكوز بدي اياه عشان يتحول لايش؟ لبايروفيت، والبايروفيت تتحول لاسيد الكو اي عشان يفوت كريبس سايكل. تمام؟ هل هذا متطلب رئيسي؟ انا بقول لك لا، ممكن التشو تستغنى عنه الا اللي هو ايش؟ عن طريق تجيب الفاتي اسيد، تجيب شغله وتستغنى عن هاي الشغله، ولكن اللي فوق صعب. regulation of gluconeogenesis كيف بنسيطر على الجلوكونيوجينيسيس؟ تذكروا كيف سيطرنا على الجلايكوليسيس وتحكمنا فيها عن طريق ال 3 irreversible enzymes، اشتغلنا عليهم صرنا نتحكم في الجلايكوليسيس. معناها الجلوكونيوجينيسيس عشان اتحكم فيها مش معقول اتحكم في انزيم ريفرسبل، معناها انا بخرب الجلوكونيوجينيسيس وبخرب الجلايكوليسيس بالطريق، بس انا بديش اوقف مرات اوقف الجلوكونيوجينيسيس بدون اوقف الجلايكوليسيس، هيك الجسم بده صح ولا لا؟ طيب كيف الحل؟ بشتغل على اربع انزيمات اللي هم الريفيرسبل في الجلوكونيوجينيسيس، فدائما لما انظم باث واي بشتغل على الاشياء الريفيرسبل، خاصه اذا كان في باث واي يعاكسه مباشره وبستخدم انزيماته الريفيرسبل، لان اذا ظبطت الانزيم الريفيرسبل راح يصير ظبطت مين؟ يعني تخيل انت ظبطت الانوليز، تخيل ظبطت الانوليز، الانوليز شو بيسوي؟ بفك الفركتوز 1,6 بيس فوسفيت لذهب ولجليسرالديها 3 فوسفيت، وشو بيسوي برضه؟ بيدمج الجليسرالديها 3 فوسفيت والذهب عشان يعملوا الفركتوز 1,6 فوسفيت. تخيل ظبطت الانوليز، انت وقفت الجلوكونيوجينيسيس ووقفت الجلايكوليسيس، ما بظبطش هيك، احنا بنوقف الريفرسبل، عشان اذا وقفت الجلوكونيوجينيسيس الجلايكوليسيس ما يصير فيه شيء، اذا وقفت الجلايكوليسيس الجلوكونيوجينيسيس ما يصير فيه شيء. طيب معناها استنتجنا مين الاربع انزيمات اللي راح اشتغل عليهم؟ بقول لك يلا نحكي اسمائهم عشان نسرع بالكلام. بايروفيت كاربوكسيليز، بيب كيك، فوسفو انول بايروفيت، اذا بايروفيت كاربوكسيليز فوسفو انول بايروفيت كاربوكسيكينيز اللي هو بيب كيك. الثالث مين؟ الثالث اللي هو الفركتوز بس فوسفاتيز، والرابع اللي هو جلوكوز جلوكوز 6 فوسفاتيز 6 فوسفاتيز. تمام. اذا هي جلوكونيوجينيسيس اند جلايكوليسيس ار ريسيبروكال ريجوليتد، اذا ريسيبروكال ريجوليتد يعني اذا واحده اشتغلت الثانيه شو بصير فيها؟ بتطفي. اذا واحده اشتغلت الثانيه شو بصير فيها؟ بتطفي. هسه بنشوف كيف. وين جلايكوليسيس اكتيف جلوكونيوجينيسيس شت داون، بنطفيها، ما بتزبطش الثنتين تشغلهم مع بعض. The regulation of gluconeogenesis and glycolysis involve the enzyme unique to each pathway. إذا بدنا enzyme بس في الباثوي هاي ومش موجود في الباثوي الثاني، مين هم؟ الريفرسبل انزايم. إذا هي four key enzymes of gluconeogenesis are involved. مين هم؟ بايروفيت كاربوكسيليز، فوسفينول بايروفيت كاربوكسيكانيز، بيب كيك، فركتوز 1,6 بيس فوسفاتيز، the key enzyme هذا أهم انزايم، وجلوكوز 6 فوسفاتيز الموجود بس في الليفر والكدني. There are two types of regulation اكيد ان الالستريك ريجوليشن والهرمونال ريجوليشن. الالستريك ريجوليشن والهرمونال ريجوليشن، واسالكم سؤال اشوف مين المتبع معي.
لما حكينا عن الجلايكوليسيس حكينا في عنا جلوكوكاينيز وفي عنا هيكسوكاينيز، بتذكرهم صح؟ انو منهم كان ما بيصير عليه الستريك ريجوليشن، بس هرمون الريجوليشن بيصير عليه، ما في له الستريك ريجوليشن، الجلوكوكاينيز والهيكسوكاينيز؟ شو رايكم؟ انتوا جاوبوا، واللي مش عارف الجواب يرجع يبحث عنه في الملف، في الملف تاع الجلوكونيوجينيسيس، في الجلايكوليسيس يعني، بيجي يبحث على النت وهذا، شوف الملف وهذا، بس عشان بدي اياكم تراجعوا لانه الاشياء بتنتسى، تمام؟ نبلش في الالوستريك ريجوليشن. الالوستريك ريجوليشن بحكي لي البايروفيت كاربوكسيليز، اول شيء بدي اسيطر على البايروفيت كاربوكسيليز. الالوستريك ريجوليشن يعني الو اذا الو بعيد، الوستريك اذا بسيطر عليه من مكان بعيد عن الاكتف سايت تاع الانزيم. اذا هاي الانزيم، هاي الاكتف سايت، مثلا افرض انا باجي بوقفه من هون، بعمل له ايش؟ انهيبيشن، برتبط هون وبعمل له انهيبيشن للاكتف سايت، تمام؟ هاي معنى الالوستريك ريجوليشن. الوستريكلي اكتيفيتد باي اسيتيل كو اي، وهاي عليها حط لي عليها علامه استفهام لانه هسه بنحكي عنها. اكوردنج ديفرنت كونديشن، اذا البايروفيت كاربوكسيليز بتحفز بالاسيتيل كو اي مش دائما، حسب الحاله اللي فيها الجسم. خلينا نشوف ثلاث حالات فيها الجسم بكون ونشوف شو بسوي كل واحده فيهم. اول شيء لو انرجي ستيتس اوف ذا سيل، اذا فيش عندنا ايش؟ فيش عندنا اي تي بي. معقول انت فيش عندك اي تي بي وتروح تحفز جلوكونيوجينيسيس؟ معقول؟ لا، انا شو بدي احفز؟ بدي احفز كريبس. اذا الاوكسالو اسيتيت ما بوديه على الجلوكونيوجينيسيس، بخليه يفوت في كريبس ويكمل كريبس عشان يعطيني طاقه. فعشان هيك انا ما بحفز البايروفيت كاربوكسيليز في حاله اللو انرجي ستيت. هي امبورتنت تو ريبلينش اوكسالو ستيت، لازم اخلي كل الاوكسالو ستيت هسه يفوتوا تراي سايكليك اسيد، تراي كاربوكسيليك اسيد اللي هي كريبس تو بروفايد اي تي بي. طيب هاي اول نقطه. طب النقطه الثانيه بيقول لي هايبوغلايسيميا. هايبوغلايسيميا يعني فيش ايش؟ فيش سكر في الدم. هايبوغلايسيميا يعني السكر في الدم، الجلوكوز في الدم قليل. طب ما دام الجلوكوز في الدم قليل، يعني الدم مين فيه الار بي سيز، ما دام السكر في الدم قليل كيف بدي اعوض السكر في الدم؟ لازم اطلعه من الليفر، لازم اعمل جلوكونيوجينيسيس. اذا هون الاسيتيل كو اي بيصير يحفز البايروفيت كاربوكسيليز. اذا هاي اسيتيل كو اي بروديوسز فروم لايبوليسز، اذا انا بحلل الفات الليبيد، وراح تاخذ الميتابوليزم تاع الليبيد ان شاء الله، بحلله وبطلع منه اسيتيل كو اي. قلنا بيقدرش يرجع ايش؟ بايروفيت دي هيدروجينيز عشان ريفرسبل، فالاسيتيل كو اي بروبونيت وايش؟ مباشره اوكسالو اسيتيت زي ما حكيت لكم قبل. اذا هي بيتا اوكسيديشن فاتي اسيد تمناش، هاي بروموتس اوكسالو اسيتيت سينثيسيس عشان تفوت على جلوكونيوجينيسيس. كيف بروموت اوكسالو اسيتيت سينثيسيس؟ راح تاخذوها، قلنا تؤجل التفاصيل، بس اعرفوا انه البروبونيت بعطيني ساكسينيل كو اي، ساكسينيل اوكسالو اسيتيت نفس ما حكينا قبل. ماشي ماشي. انهبت بايروفيت ديهيدروجينيز، طب ليش بيثبط البايروفيت ديهيدروجينيز؟ هسه هو ما بيقدر يرجع عليه لانه ايريفرسبل، ولكن بياثر عليه بقول له تثبط، ما دام تكاش ترجعني تثبط. طب ليش بيثبطه؟ لانه اذا ظل شغال البايروفيت ديهيدروجينيز راح يصير يصنع اسيتيل كو اي تفوت على كريبس. انا بديش هسه كريبس، فيش عندي سكر في الدم، بلاش يموت يغمى عليه الزلمه، فمباشره بلوكس كونسامبشن اوف بايروفيت، لانه البايروفيت بدي احوله لايش؟ لاوكسال اسيتيت واوديه ايش؟ جلوكونيوجينيسيس. طيب اخر نقطه اللي هي الهاي انرجي ستاتس اوف ذا سيلز، اكسسيف كاربوهيدرات. انا عندي معبى 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 كاربوهيدرات، طيب شو؟ ما دام عندي معبى كاربوهيدرات معناها بقول لك اعمل بدك اياه، فراح يصير الاسيتيل كو اي راح تزيد، الاوكسالو اسيتيت راح يزيد فيا ستيميليشن اوف بايروفيت كاربوكسيليز، فراح يصير اصنع جلوكونيوجينيسيس. ليش بعمل جلوكونيوجينيسيس؟ طب ما عندي عندي كثير كاربوهيدرات، بقول لك عشان اخبي اعمل جلايكوجين، مش قلنا بعمل جلوكوز عشان اعمل منه جلايكوجين، فممكن بزيد البايروفيت كاربوكسيليز عشان اعمل جلايكوجين، هيا وبرضه تو فورم سيتريت انيبلز فات اسيد سينثيسيس عشان اصنع الفات، عشان اصنع الفات، فبصير اصنع جلايكوجين واصنع الفات لانه عندي هاي انرجي ستيتس، عندي طاقه معبى وعندي كربوهيدرات معبى، بصير اصنع جلايكوجين، بصير اصنع دهون وبخزن وزي ما بدي، تمام؟ الستريك ريجوليشن اوف فركتوز 1,6 بيسفوسفاتيز. طيب هاي نحكي عنها على السريع، انا بتذكر لما حكينا لكم الفركتوز 6 فوسفيت، فركتوز 6 فوسفيت حكينا بتحول، مش حكينا بده قبول جامع، فبيجي الفوسفو فركتوكاينيز، فوسفو فركتوكاينيز 1 هيك طب احسن، اذا حكينا فوسفو فركتوكاينيز 1 اللي هو بيمشي دغري، حكينا بتحول ل 1 اللي هو فركتوز 1,6 بيسفوسفيت، صح؟ صح. طيب حكيت لكم
في اللي هو إشي ثاني اللي هو عن طريق الفوسفوفروكتوكاينيز 2 اللي بيمشي حكينا طريق ملتف دائما 2 بكون مش مليح. فالفوسفوفروكتوكاينيز 2 راح يعطيني إشي اسمه فروكتوز 2-6 بس فوسفيت. هاي مش راح تدخل الجلايكوليسيس، ولكن هذا شو راح يسوي الفركتوز 2-6 بس فوسفيت عن طريق الفوسفو فركتو كاينيز 2 حكينا عنه في الجلايكوليسيس، راح يحفز هذا الانزيم اللي هو فوسفو فركتو كاينيز 1. اذا الفركتوز 2-6 بس فوسفيت اللي ناتج من فوسفو فركتو كاينيز 2 راح يحفز الفوسفو فركتو كاينيز 1 عشان يحفز الجلايكوليسيس، وبنفس الوقت هذا الانزيم راح يثبط اللي هو تحويل الفركتوز 1-6 بيس فوسفيت لفركتوز 6 فوسفيت عن طريق اللي هو اللي حكينا عنه في الجلوكونيوجينيسيس اللي هو فركتوز 1-6 بيس فوسفاتيز. حكينا بمزع اللي هي هاي صح؟ فهو راح يثبطه. اذا فركتوز 2-6 بيس فوسفيت نتج من الفوسفو فركتوكاينيز 2 حكينا راح يحفز الفوسفو فركتوكاينيز 1 فبيحفز الجلايكوليسيس، وراح يثبط فركتوز 1-6 بيس فوسفاتيز فبيثبط الجلوكونيوجينيسيس. بس هذا بدنا اياه. اذا هذا بس نتاكد انه ذا كي انزيم اوف جلوكونيوجينيسيس اللي هو فركتوز 1-6 بيس فوسفاتيز الستركري انهبيتد باي فركتوز 2-6 بيس فوسفيت اللي حكيناها هسه هون بالضبط. طب كيف زي ما حكيناها؟ اذا فركتوز 2-6 بيس فوسفيت از فورمد باي فوسفو فركتوكاي باي فوسفو ريليشن اوف فركتوز 6 فوسفيت، بضيف عليه فوسفيت على الكربون رقم 2 عن طريق الفوسفو فركتوكاينيز ايش 2 حكينا 1 مع 1 1 مع فوسفات رقم 1. اذا فوسفو فركتوكاينيز 1 مع 1-6 وفوسفو فركتوكاينيز 2 مع 2-6. فهاي هي الفكره. طيب حكينا الفوسفو فركتوكاينيز 2 راح ينتج لي فركتوز 2-6 بيس فوسفيت، راح يحفز الجلايكوليسيس وراح يثبط الجلوكونيوجينيسيس. بس فركتوز 2-6 بيس فوسفيت plays an important role in regulation of glycolysis و gluconeogenesis. كاربوهيدرات فيدنج لما زاد بزيد الفركتوز 2-6 بيس فوسفيت بزيد الجلايكوليسيس. ليش؟ لان انا عندي كاربوهيدرات، انا اكلت كنت صايم واكلت هسه فات الجلوكوز، يلا زيد الفركتوز 6 فوسفيت عشان نزيد الجلايكوليسيس عشان نطلع طاقه. وبس اخلص واعبي طاقه واعبي كل شيء ببلش اصنع جلايكوجين وببلش اصنع فات والى ذلك. اتقلوا ستيركلي ستيميليت فركتوز 1-6 بيس فوسفيت، هي حكينا بحفز فركتوز 1-6 بيس فوسفيت عشان الجلايكوليسيس، وبيثبط الفركتوز 1-6 بيس فوسفاتيز فبيثبط الجلوكونيوجينيسيس. سو جلايكوليسيس اند جلوكونيوجينيسيس كانت اوكر ات ذا سيم، وحطوا عليها فيري امبورتنت. ليش كانت اوكر ذا سيم؟ عشان هذا الانزيم، هذا عشان هيك حكينا الكي انزيم، عشان هيك حكينا سميناها الكي انزيم. هرمون الريجوليشن اللي هو اتوقع اخر شيء رح نحكي عنه الهرمون الريجوليشن. الهرمون الريجوليشن اللي هو كيف نسيطر على الجلوكونيوجينيسيس بالهرمونات حكينا عنها قبل والرد عندها. بذكر وبعيد حكينا عندنا فاستنج ستيت وعندنا ايتينج ستيت. حكينا انسولين از ايتينج هرمون، يعني بس اكل بزيد السكر في الدم بدي افوته على الخلايا عشان اصنع منه طاقه واخزنه واحط ليبيد واحط فات واصنع جلايكوجين واخزن واطلع طاقه، كل هذا لازم افوته على الليفر وافوته على الخلايا وعلى المصل وعلى ما الى ذلك. مين اللي بيساعد على تفويته؟ انسولين. معناها انسولين ايش؟ انسولين از ايتينج هرمون. معناها الانسولين شو بيسوي في الجلوكونيوجينيسيس؟ بيثبط الجلوكونيوجينيسيس لانه بديش جلوكوز، لان انا قاعد بفوت في الجلوكوز اصلا بديش اطلع الجلوكوز على الدم اصلا الجلوكوز معبى. طب مين الفاستنج هرمون لما يكون واحد ناقصه جلوكوز في الدم ولازم ارجع له الجلوكوز على الدم؟ اللي هم حكينا ادرينالين از فاستنج هرمون. ومين كمان قلنا مع الادرينالين؟ الجلوكاجون والجلوكو كورتيكويدز او اللي هو بنسميه الكورتيزول. اذا الادرينالين له اسم ثاني بنسميه ابنفرين. ابنفرين طبعا اسم مستخدم اكثر بس انا حبيت احكي ادرينالين لانه اسهل، ولكن كنتوا عارفين الادرينالين نفسه هو الابنفرين نفسه. طيب الجلوكاجون نفسه اسمه الجلوكاجون، الجلوكو كورتيكويدز هو نفسه الكورتيزول. طب ليش حكى جلوكو كورتيكويدز؟ لانه ممكن حكينا في دواء اسمه الكورتيزون، طب ممكن تعطيه دواء انت هذا من برا فبرضه راح ايش؟ راح يحفز الجلوكونيوجينيسيس ويثبط الجلايكوليسيس ونفس الفكره ولكن من برا. فشيك حكينا الاسم اللي بيجمعهم اثنين الجلوكو كورتيكويدز. هذول كلهم شو راح يسووا؟ راح يزيدوا لي الجلوكونيوجينيسيس لانهم شو بنسميهم؟ فاستنج ار فاستنج هرمونز. انهم الثلاثه هذول فاستنج هرمونز. اذا هذول induce synthesis of four key gluconeogenic enzyme. اذا بيحفزوا صناعه الانزيم الريفرسبل في الجلوكونيوجينيك اللي هم البيروفيت كاربوكسيليز البيب كيك والجلوكوز 6 فوسفاتيز والفركتوز 1 6 بيسفوسفاتيز كلهم بنحفزهم. بيثبطوا صناعه الانزيمات تاعت ال
وبيظبطوا، مش بس بيظبطوا صناعتهم، بيظبطوا شغلهم اللي هم بتاعت الجلايكوليسيز، البيروفيت كاينيز، فروكتوز 1 6 بيس فوسفو فروكتو كاينيز 1 والجلوكو كاينيز، كلهم بيظبطوهم، حكينا عنهم في الجلايكوليسيز المره الماضيه. بروموت لايبوليسيز، بروموت لايبوليسيز، لما نحكي بروموت لايبوليسيز راح يحفزوا اللي هو تحليل الفات. ليش يحفزوا تحليل الفات؟ عشان يطلع فري فاتي اسيد عشان نصنع جلوكوز زي ما حكينا فوق. ريليز اوف جليسرول، ليش بنطلع جليسرول؟ عشان نصنع جلوكوز في الليفر. جلوكوكورتيكويدز بروموت بروتيوليسيز، هاي حطوا عليها فيري امبورتنت. الجلوكوكورتيكويدز او الكورتيزون او الكورتيزول راح يحفز البروتيوليسيز تكسير الامينو اسيد. كان الامينو اسيد شو بيسووا؟ الامينو اسيد بيعملوا لي 100 شغله، بيعملوا لي بايروفيت، بيعملوا لي اكزالوستيت، بيعملوا لي ساكسينيلكو ايه اللي هم بنسميهم اللي هم كريبس انترميديت، اللي كلهم في النهايه راح يوصلوا لي لاكزالوستيت اللي هو راح يعمل لي جلوكونيوجينيسيس. بس مين اللي بحفز تكسيرهم؟ اللي هو مين اللي بحفز تكسير البروتينات عشان يطلع منها امينو اسيد؟ الجلوكوكورتيكويدز اللي هو الكورتيزون او الكورتيزول. انسولين انهبيتس جلوكونيوجينيسيس اكيد لانه بحفز الجلايكوليسيس، وانا السكر عندي بالدم كافي فبديش لا تصنع سكر زياده. اذا ريبريس اوف جلايكوجينيك انزايم، كل جلوكونيوجينيك انزايم اللي حكينا عنهم بيب كيك و بايروفيت كاربوكسيليز والفوسفاتيز الاثنين كلهم راح يضبطهم وراح يحفز انزيمات مين؟ الجلايكوليسيس الثلاث، بايروفيت كاينيز، هيكسوكاينيز، فوسفوفروكتو كاينيز 1. هاي مراجعه. اخر اشي، اخر هي اخر اشي في المحاضره كامله، امبيرد اوف جلوكونيوجينيسيس. شو اذا لما يصير في عندنا امبيرد؟ امبيرد يعني خلل، توقف في الجلوكونيوجينيسيس. الجلوكونيوجينيسيس فيها خلل، شو اللي راح يصير؟ قبل ما اقرا اكيد انتم فاهمين شو راح يصير. الجلوكونيوجينيسيس صار فيها خلل، شو راح يصير؟ مش راح اقدر افوت جلوكوز على الدم لما ينقص. شو راح يصير؟ راح يصير لنا هايبوغلايسيميا، نقص الجلوكوز في الدم. فشو راح يصير؟ برضه راح يصير لنا مش راح اقدر احول اللاكتيت لجلوكوز، فشو راح يصير؟ راح يتراكم اللاكتيت. شو راح يصير؟ راح يصير لاكتيك اسيدوسس. خلصنا، هذا هو اللي راح يصير بالضبط. اذا ديكريز جلوكونيوجينيسيس بصير لنا لاكتيك اسيدوسس، هايبوغلايسيميا. ليش؟ لانه زي ما حكينا اللاكتيت على طريق الكوري سايكل لازم يتحول لبيروفيت، بيروفيت يكمل لا ايش؟ لا جلوكوز. طب اذا واقف مش قادر، الجلوكونيوجينيسيس فيها خلل، في انزيم فيه خلل، راح يصير يتراكم اللاكتيت. ما هو الانزيمات مش بلاش، يعني في عندك 50 60 انزيم بعدين راح يخلصوا، فانت هيك توقف العمليه يصير واقف. كيف على الطابور الخبز؟ تخيل انت واقف على طابور خبز والمخبز العامل تاع المخبز نايم، انت واقف بس استنى، طب مش راح تمشي في حياتك. فنفس الشيء بتصير تراكم اللاكتيت بسنة اللاكتيك اسيدوسيس. هايبوغلايسيميا حكينا مش راح يصير يطلع، بصير ينقص سكر الدم. مثلا الواحد صايم بلش ينقص 70 بصير 60، وهذا فيش شيء يزيده لانه فيش جلوكونيوجينيسيس والجلايكوجين خلص بعد 18 ساعة مثلا. الجلايكوجين خلص، خلص صار هي هايبوغلايسيميا وبصير كوما وممكن العيان يروح مننا. كود كوز برين دامج، ممكن يعمل برين دامج لانه البرين بطل يوصله جلوكوز. لما البرين بطل يوصله جلوكوز شو بده يصير؟ بصير يستعمل الكيتون بادي من الفات. لما يصير يستعمل الكيتون بادي بصير حامض البرين، بصير عنده الحمض يزيد في البرين، تشطب البرين شطب. تمام. سيفير هايبوغلايسيميا، بلاد جلوكوز ليفل 30 ل 40، حكينا الطبيعي من 70 الى تقريبا 110 120 زي هيك، هذا الاوبتيمم. تخيل يصير 30، بصير عندنا شيء اسمه سيفير هايبوغلايسيميا، ممكن المريض يغمى عليه، وغير الكيتون بادز راح تتعبى في جسمه، وغير البرين راح ينضرب، وغير الكوما اللي راح يفوت فيها، وقلت لكم ممكن العيان يروح مننا. causes of impaired gluconeogenesis. طب كيف بصير عندنا الامبيرد جلوكونيوجينيسيس؟ كيف بتصير الجلوكونيوجينيسيس مش شغاله؟ اكيد بصير في عندنا مشكله في انزيم او مشكله في الكبد. طب الكبد لانه كل الانزيمات فيه اللي هي في الجلوكونيوجينيسيس، لانه اغلب الانزيمات زي بتاعت الجليسرول قلنا بزبطش تحوله غير في الكبد، الجلوكوز 6 فوسفات عشان ارجع الجلوكوز بزبطش غير في الكبد، فخرب الكبد، خربت الجلوكونيوجينيسيس كلها. صح، ممكن الكليه تساهم شوي بس مش زي الكبد. insufficiency of glucocorticoids او glucagon. هسه مش حكينا ايش شو اسمها، حكينا glucocorticoids وglucagon وادرينالين شو مالهم؟ are fasting hormones. طب فيش عندك جلوكاجون، في خلل في افراز هذا الهرمون وفي خلل في افراز هرمون اللي هو الكورتيزول بالجسم. صح، طب شو راح يصير؟ مش راح يصير الجلوكونيوجينيسيس، مش راح تتحفز، مش هم بيصنعوا انزيمات الجلوكونيوجينيسيس وبحفزوهم؟ طب لما هذول مش موجودات مش راح يحفزوا الجلوكونيوجينيسيس، فراح تصير الجلوكونيوجينيسيس بطيئه فمش راح تكفي الجسم. هاي الفكره. سيفير ليفر ديزيز، اذا صار عندك ليفر ديزيز، ليفر سيروسيس، اي شيء خرب الليفر، ليفر هيباتو مثلا، هيباتو كارسينوما، ليفر كانسر مثلا، كل هذا راح يضرب الليفر، الانزيمات اللي في الليفر كلها راح تبطل شغاله. هيها اذا هي this pathway is prominent in the liver، بتصير بس في الليفر ودائمه في الليفر وفي الكدني to less extent.
ولكن اذا خرب الليفر شطبت الباثوي وتصير جدا جدا بطيئه لانه الكدني بتلحقش على الجسم كله. انهيرتد ديفيشنسي، اذا واحد مولود انهيرتد يعني مورث، مورث يعني بالوراثه عنده، انولد فيش عنده فركتوز 1 6 فوسفاتيز سوري. من ديفيشنسي نقص في الفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز، عنده مش بديش افوت في الجينيتكس خلص بديش احكي، بس اعرف انه عنده نقص في الفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز، فيا بنتج بكميه قليله جدا يا ايش يا بنتجش بالمره. طب الفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز شو حكينا بيسوي؟ حكينا بيحول الفركتوز 1 6 بس فوسفاتيز 1 6 لايش؟ لفركتوز 6 فوسفيت. طب اذا وقفت هون مش راح يصير لنا فركتوز 6 فوسفيت، فكل اي شيء مش راح يكمل الجلوكونيجز، سواء من جليسرول سواء من بايروفيت سواء من اكزال اسيتيت سواء من امينو اسيد، كلهم بده يوصلوا لهي المرحله، فمش راح نوقف الجلوكو نيوجينيسيس، صح ولا لا؟ فهاي الفكره. اذا راح يعملنا ايش ما دام وقفت الجلوكونيجز؟ هايبوغلايسيميا، لاكتيك اسيدوسيس، كيتوسيس. كيتوسيس يعني نفس فكره اللاكتيك اسيدوسيس، بصير الكيتون بادي تزيد اللي هي من الفات، ميتابوليزم راح تاخذوها ان شاء الله لقدام. جلوكوز 6 فوسفاتيز ديفيشنسي اللي هي فون جيركس ديزيز، اذا حكينا هناك فركتوز 1 6 بس فوسفاتيز، طيب هون جلوكوز 6 فوسفاتيز ديفيشنسي شو يعني؟ حكينا الجلوكوز 6 فوسفاتيز ديفيشنسي هو انزيم موجود في الليفر بس وشوي في الكدني، وحكينا حسب الستارفيشن هاي بعدين حكينا عنها قبل. حكينا طب اذا وقف راح يبطل يتحول الجلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز، طب معناها شو راح يصير في الجلوكوز 6 فوسفيت؟ راح يبطل منه فائده، مش راح يطلع الدم، مش راح يصير، يصير هايبوغلايسيميا وبرضه لاكتيك اسيدوسيس وبرضه هيباتوميجالي. ليش هيباتوميجالي؟ لانه هيباتوميجالي يعني راح يكبر الكبد، يعني مثلا تخيل الكبد هيك حجمه فجاه بتلاقيه هيك صار حجمه. ليش؟ لانه مفكر الكبد المشكله فيه بصير يكبر حاله عشان يزيد عدد الانزيمات اللي فيه ويزيد عدد الخلايا اللي فيه عشان يشتغل اكثر، فبيشتغل على الفاضي. انت بس تطلع جلوكوز 6 فوسفيت مش راح تطلعه لجلوكوز لانه فيش عندك الانزيم اللي بحوله لجلوكوز، فعلى الفاضي مش راح يطلع الدم، فراح يضله موجود في الليفر مش راح يطلع الدم، فراح يصير لنا هايبوغلايسيميا، لاكتيك اسيدوسيس، هيباتوميجالي. هاي بالله ركزوا لي على الاسم هذا فون جيركس ديزيز، لاني انا مش عارف ليش متوقعه يجيبه الدكتور، فيري امبورتنت حطوا عليه، ومتوقع انه يجيبه الدكتور انه هو الفون جيركس ديزيز اللي هو نفسه تكون عارف الجلوكوز 6 فوسفاتيز ديفيشنسي. ما دام جلوكوز 6 فوسفاتيز ديفيشنسي وقف الجلوكونيجينيسيس، الجلوكوز مش راح يطلع الدم، هايبوغلايسيميا، لاكتيك اسيدوسيس، هيباتوميجالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.